هذه نقطة يعني أشار لها إدوارد سعيد في كتاب الاستشراق العالم الإسلامي في ذاك الوقت طبعا نتكلم عن الثمانينات وآخر السبعينيات تغير الوضع الآن لكن إلى حد ما تغير مو تغير كبير قال أنه العالم الإسلامي والعربي تحديدا ليس فيه معهد بحثي أو مركز دراسات متخصص بأمريكا أو متخصص بإسرائيل أهلا هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة الدكتور سعد البازعي الحديث في هذه الحلقة عن كتابه صدر بعنوان المكون اليهودي في الحضارة الغربية محاولة لفهم تاريخ اليهود فهم ماذا حصل لليهود وكيف كانوا يعيشون التحولات التي حصلت لديهم في القرن الرابع عشر، الخامس عشر، أثرهم على تكوين الحضارة الغربية، وفي محاولة لفهم الغرب، فهم موضوعي وفهم تاريخي، فهم مجتمعي اقتصادي سياسي، هذه الحلقة نحاول فهمهم ما قبل نابليون وما بعد نابليون، ما قبل الحرب العالمية الثانية، وما بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف تغيروا في المشهد في المشهد الأدبي في المشهد الثقافي في المشهد الاقتصادي التغيرات التي حصلت أثرهم على الحضارة الغربية أثرهم على الحضارة الشرقية والحضارة العربية وأثر الحضارة العربية على الحضارة الغربية في تلك الفترة وفي هذا المشهد وفي هذا الحراك فحلقة رائعة حقيقة حلقة غزيرة ممتعة الحديث مع الدكتور سعد حديث ممتع حقيقة و ويعني مهتم لهذا الموضوع وسبق وكان هذا النقاش يحدث ما بين الدكتور سعد والدكتور عبد الوهاب المسيري فالحديث عن هذا الموضوع بالذات حتما غزير قبل ان ابدا اود منكم مشاركه الحلقه مع من تعتقد انها تهمه كذلك تقييم البودكاست على ابل بودكاست او اي من تطبيقات البودكاست التي تستمعون لهذا البودكاست من خلاله آه كذلك آه أود الإشارة إلى قناة ثمانية على اليوتيوب هناك قناة إذاعة ثمانية وفيها جميع الإنتاجات في البودكاست لثمانية وفي قناة ثمانية آه الأخرى فيها أفلام وثائقية نشرنا فيلم عن مالكوم إكس مع ابنته فيلم آه إدوارد سعيد عن الاستشراق كان مع زوجته وابنته أفلام وثائقية آه عديدة وننشر بشكل أسبوعي على قناة ثمانية على اليوتيوب أما الآن وبعد هذه المقدمة الطويلة لنبدأ أهلا أبو مشعل أهلا بك أهلا مرحبا أهل طيب أنا ودي أسأل يعني أي. الموضوع كذا كبير فندخل على طول ودي أفهم أول حاجة في احنا بنتكلم عن اليهود واثرهم ووجودهم على مستوى العالم بس ودي اعرف وين ظهر أثرهم في أي الحضارات أكثر هل كان أثر اليهود واضح في أثر الحضارة الغربية أي. ولا في الحضارة العربية الإسلامية الشرقية لا هم لهم أثر حيث ما وجدوا الحقيقة لكن أثر يتفاوت يعني أثرهم في الحضارة العربية الإسلامية أعتقد أنه لم يبحث حتى الآن بالشكل الذي يجب أن يكون عليه أثرهم بالتأكيد أقوى من اي مكان اخر في الحضاره في الغربيه لانه اصلا منذ الشتات خروجهم من فلسطين اصلا قبل حوالي اكثر من 2000 سنه وهم في في الغرب يعني في اوروبا يعني ذهبوا الى جنوب اوروبا ثم انتشروا وظلوا كل هذه السنين قرون الحقيقه في جيتوات يعيشون بعيد عن ال عن المجتمعات المسيحيه معزولين لكنهم لم يبدا تاثيرهم الحقيقي الا في القرن الثامن عشر او نهايه القرن الثامن عشر لما نابليون بادر الى الغاء الجتوات <applause> طبعا بتاثير التنوير العقلانيه اللي انتشرت في فرنسا في فرنسا مع التنوير في وش نقصد لما نقول بالقتوات الجتوات, الجتوات اللي هو مكان مغلق الان تستخدم لاي اغلاق اي مكان مغلق يعني لما تكون حي مثلا يعيش فيه مجموعة بس ممنوع من الخر... ممنوعين من الاختلاط بالآخرين يعني مم. الجيتو آه يعني هو مكان للسكن لكنه آه تقطنه فئة من الناس تكون عادة لها يعني طابع إثني كأن يكون مثلا الهنود أو العرب أو يعيشون في مناطق معينة مم. الآن في لو تروح باريس تجد العرب أو المسلمين عايشين في مناطق معينة واعتقد هذا في كل مدن العالم يعني تجد الصينيين لهم تشاينا تاون مثلا بس الجيتو الاصلي جيتو ظالم يعني جيتو اشبه بالسجن أوه. يعني آه الخروج والدخول معروف و لانه كانت المجتمعات المسيحيه آه يعني تنظر اليهم نظره كراهيه و وعداء بحكم انهم يعني حسب الرؤيه المسيحيه قتلوا المسيح وانهم اعدائنا وفي عداء يعني تاريخي بين المسيحيه واليهوديه فكان ينظر الى اليهود على انهم ضيوف غير مرحب بهم يعني مقيمين لكن يمنعون من الدخول في الحياه العامه، يعني ما يدخلوا المدارس مثلا، ما يشتغلون في الوظائف لهم وظائف محدده يعملون بها اللي هي عاده الصرافه و... وامور تجاره لكن بحيث انه لا تؤثر او لا تتدخل بشكل مباشر في حياه المجتمعات المسيحيه المحيطه بهم مكي. هل كانت هذه الوظائف الدنيويه ولا لا هي هم لهم حياتهم الدينيه طبعا مسموح لهم لا يعني الدنيا باقصد انها اقل دنيا دنيا. لا هي تعرف اليهودي صوره عنه النمطيه انه مرابي مم. يعني هذه طبعا كما نجد في شايلوك مثلا شكسبير في مسرحيه تاجر البندقية الشخصيه اليهودي اللي هو بطل من ابطال المسرحيه هو مرابي يعني يدين الناس وياخذ ضعف الدين مم. وهذا على فكرة جعل لهم دور مهم في الحياة الاجتماعية الأوروبية يعني الأوروبيين كانوا بحاجتهم بشكل أو بآخر خاصة السياسيين أمراء أوروبا ليسوا بالضرورة الكبار الملوك لكن الأمراء الدوقات وال يعني ذوي الشأن يحتاجونهم يتسلفون منهم فهم يمولون هؤلاء الأشخاص وبالتالي نمت هذه التجارة بينهم لأنها أولا يعني لا تؤثر على بشكل مباشر على الحياة العامة لا ليس فيها فرصة لنشر عقيدتهم أو أفكارهم فهي مالية بحتة وطبعا اكيد في نظره دونيه عند الاوروبيين، اعتقد ذاك الوقت كان في نظره دونيه انه هذا ولا يشت... يصلحون هالشغلة بس يعني ما يصلحون لاي شيء اخر. فهذا الجيتو يعني الآن تستخدم لأي فئة إثنية تعيش في جزء من مدينة وتكاد لا تعيش في غيرها، ما هو بس ليس بالمعنى القديم أنه ممنوعين أن يخرجوا منها. طيب لما نقول إثنية نقصد فيها؟ الإثنية اللي هي العرقية الآن طبعًا لكن كلمة عرقية تدل على الجنس في خصائصه الشكلية يعني. <applause> آه اللي هي العراق أسود أبيض أحمر إلى آخره لكن الإثنية هي مجموع الصفات العرقية والثقافية أيضا يعني تجمع معها فيستخدمونها <applause> في يعني علم الإثنولوجيا آه يختلف عن الأنثروبولوجيا <applause> الأنثروبولوجيا يبحث في أصل الإنسان الإثنولوجيا يبحث في أصل هذه الجماعات كيف تعيش آه مجموع السمات آه الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه التي تسم جماعه من الجماعات يقال انها سمات اثنيه آه هذا المصطلح شائع يعني في الغرب آه في السنوات الاخيره وصار يحل محل آه عرقيه او ما ريشل يعني اللي كانوا يقولون يعني تعرف كلمه ريشل ليست كلمه طيبه فيها تتضمن تحيز او فوقيه او كراهيه ولكن اثنيه تبدو اثنية محايده تبدو محايده بالضبط فلذلك انتشرت كثير وبعدين فعلا لما اتكلم عن اليهود او الصينيين او العرب هم ليسوا فعلا عرق فقط هم ايضا مجموعه بشريه لها عادات وتقاليد ولغه و يعني سمات مختلفه فكلمه عرقيه لا تدل على هذه السمات المختلفه يعني هي تقول لك عن الشكل. مه. لذلك احنا بحاجه الى مصطلح يحمل هذه الدلالات معا. فعندما نذكرها تكون كل هذه الدلالات تاتي تاتي معا فتكون يعني معدل الدلالي لي او المستوى الدلالي للمصطلح اعلى من يعني مصطلح اخر. اوكي طيب الان اليهود موجودين في اوروبا بهذا الشكل يعيشون في أماكن محدده وبنطاق محدد. الآن؟ لا, أنا لا, 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 لا لا. تقصد في الماضي الوقت وش كان أثره هذا على على الشكل الأوروبي وتشكيل الحضاره الأوروبية؟ ما كان في أثر هذاك الوقت ما كان في أثر يعني هم نتكلم القرن السابع عشر, عشر؟ الثامن عشر إلى القرن الثامن عشر يعني إلى منتصف تقريبا القرن الثامن عشر أو العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر لما بدأت الثورة لما بدأت حركة التنوير خلينا نقول قبل الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية 1789 التنوير بدأ قبلها يعني هي عملية حركة عقلانية ابتعاد عن الكنيسة فضعف أثر الدين المسيحي وبدأت المجتمعات تتعلم يعني تأخذ بعد علماني أكثر قوانين وضعية بدلا من أثر الكنيسة السابق فهذا فتح المجال لهؤلاء أن يدخلوا يعني لم يعد هناك عائق مثل ما كان من قبل يعني لم تعد الكراهية العقدية أو قائمة مثل ما كانت الدينية يعني إلى ذلك الوقت كان اليهود يعني منشغلين بحياتهم الخاصة يعيشون فقط يعني يريدون أن يعيشوا يعني ما كان في صدامات كان يعني هم برا في صدامات هم طوال العصور الوسطى العصور الوسطى مليئة دمويه الحقيقه بين اليهود والمسيح إيه؟ لانه الكراهيه كانت نعم كراهيه كانت آه. عاليه فلما يحصل تسمم مثلا في قريه في اوروبا الته... الاتهام يتجه الى اليهود اكيد انهم هم الذين وضعوها يعني نظريه مؤامره الان نتكلم عن نقولها يعني فيقولون في... ان اليهود هم الذين سمموا المياه مثلا هم الذين جابوا جابوا الطاعون الاسود الطاعون اللي انتشر في اوروبا في القرن الرابع عشر تقريبا ميلادي ومات ثلثي سكا سكان اوروبا ذاك الوقت ثلثي سكان اوروبا تخيل آه. آه طبعا الطاعون مثل الان آه نظريه ان الصينيين اكلوا الخفافيش يعني نظريه احد متقصد يعني آه. ايه فاليهود كانت تلصق بهم التهم بسرعه كان, كان اي تحصل مشكلة لا إيه إيه نعم اعدامات وابادات وقتل بشكل آه. اجرامي يعني كانوا يتهمون انهم ياكلون البشر ياكلون الاطفال اشياء من هالقبيلة يعني انتشرت في العصور الوسطى في اوروبا معتقدات من هذا النوع ممتاز واستمرت الحقيقه يعني تذهب وتجي تذهب وتجي الى ان تغير الوضع في ذلك في تلك في تلك الحقبه لم يكن لهم انتاج ثقافي يذكر كان كانوا منشغلين بالبايبل بالتوراه والتلمود والتفاسير يعلقون عليها ويقرؤونها يعني منشغلين بكتابهم الديني فلم يكن لهم حضور في تاثير ما كان علش. حضور ثقافي فكري ابدا هو بدا هذا التغير واثرهم الحقيقي مع انفتاحهم او انفتاح المجتمع عليهم المجتمعات الاوروبيه مكي. يعني بالذات في في بلدان مثل هولندا وفرنسا والمانيا هولندا كانت اسبق الحقيقه الى هذا وش اللي السبب بدا. اللي خلى هولندا هولندا يعني يعزى السبب إلى الآن على فكرة هولندا الأمن أكثر الدول الأوروبية انفتاحا يعني و... وتسامحا في الأديان وفي العادات وفي التقاليد حتى في الحريات الفردية و... نستمع أمستردام مثلا أي نوع من المدن هي الهولنديين يقال إنهم رحالة بحارة يعني هي دولة بحرية أصلا وتسمى الأرض المنخفضة لأن الماء كان يعني يأتيهم كثيرا ويؤثر على الأراضي فهم بحارة وبالتالي عرفوا العالم أكثر يعني وصلوا إلى مناطق كثيرة ما أدى إلى انفتاحهم على العالم وتقبلهم للاختلاف في الغالب الشعوب والمدن التي على الموانئ على البحار في الموانئ لها موانئ يعني تكون أكثر تسامحا مع الآخر لأنها تختلط أكثر بالآخر فهي مضطرة إلى تقبل المختلف من المناطق المنغلقة في إذا تكون بعيدة عن هذا الاختلاط فالهولنديين اشتهروا تاريخيا يعني من القرن جاءتهم جماعات يهودية من إسبانيا والبرتغال في القرن في القرن الخامس عشر تقريبا لما تعرف لما طرد العرب والمسلمين طردوا من اسبانيا هذا كان متى؟ في القرن الخامس عشر يعني 1451 او 1450 تقريبا صدر البيان الاسباني بعد انتصار الاسبان على او طردهم للمسلمين واحتلال اخذهم للاندلس طردوا ايضا الجماعات اليهوديه وليس فقط العرب طردوهم يعني وبعضهم والذين بقوا اجبروهم اما يدخلون في المسيحيه او يقتلون يعني ما ما في خيار فبعض كثير منهم ها راحوا وين راحوا اكثر راحوا لهولندا المسلمين و... المسلمين لا المسلمين راحوا لديارهم اليهود ليس لهم ديار اصلا فذهبوا الى اوروبا وين اوروبا ذهبوا بالدرجه الاولى الى هولندا التي اكتشفوا انها اكثر تسامحا او تقبلا لهم يعني على الاقل ما كان في محبه يعني و... لكن كان في قبول يعني وممكن والهولنديين عقلية تجاريه فكان ممكن استفاده منهم بشكل او باخر وظهر سبينوزا بالمناسبه يعني هو العلم الاكبر في تلك الفتره سبينوزا هو من جماعه من اليهود المارانيين يسمونهم مارانيين هم احنا نتكلم عن القرن الخامس في القرن السادس عشر هو طبعا ظهر في القرن السابع عشر أه. لكن الجماعة, الجماعه التي ينتمي اليها ذهبت من شبه الجزيره الايبيريه أه. لبرتغال و... واسبانيا الى هولندا أه. في تلك المرحله في القرن الخامس عشر واستوطنوا هناك فظهر بينهم بدا يظهر بينهم مفكرين ومثقفين وعلماء و... نتيجه انه انه المجتمع الهولندي اكثر تسامحا يسمح لهم بالتداخل مع الناس اكثر من الفرنسيين مثلا او الالمان او الانجليز حتى. ف في البلدان الاخرى غير هولندا اخذ اخذت المساله وقت اطول. <applause> أه ثم عندما دخلوا في هذه المجتمع. في نسيجها الثقافي ودخلوا الجامعات سمح لهم بالدراسة بالجامعات والذهاب إلى المسارح وإلى آخره يعني كل الحياة العامة بدأت تتفتح مواهبهم وقدراتهم طبعا هي ظاهرة عجيبة الحقيقة لأنه في غيرهم سمح لهم لكن لم يظهر لديهم هذا, هذا المد العالي من الإنتاج آه، ثقافي الثقافي والفكري هل استعبدوا صار شيء زي كذا العبوديه لا لا عبوديه لا, لا. ما كان في ما كان في العبوديه تقريبا كانت مقتصره على السود مم. يعني الافارقه يأتون بهم من افريقيا طيب بس انت تقول الحين انه ما بدأ التشكيل آه الثقافي على اوروبا الا في آه يعني ما قب يعني كذا آه مع قبيل الثوره إيه آه الفرنسيه الفرنسيه لكن سبينوزا مثلا تقول في القرن السابع عشر موجود ف إيه يعني لان كيف هولندا هولندا حاله خاصه مم. حاله استثنائيه هم راحوا لهولندا اللي راحوا لهولندا كانت عندهم فرصه للظهور اكثر علميا وثقافيا إيه بالضبط أه بينما الاخرين لا ظلوا على وضعه ما بدات تظهر مواهبهم في فرنسا في اي مكان متعرفة. في اوروبا اي كانوا إيه. يعني مقيدين إلى نفس الشيء. إلى إن انتصر نابليون الحقيقه نابليون كان له دور مباشر هو شخصية يعني لأنه تعرف هذا مسألة آه هذا لازم قرار سياسي بس بكسر الجيتو بالسماح لليهود بأن يأتوا ويقيموا كانوا ممنوعين من الزراعة مثلا ما ما مسموح لهم يمتلكون أراضي آه زراعية ما مسموح لهم يسكنون في المدن الكبرى آه ما مسموح لهم يمارسون أنواع من التجارة المتاحة للأوروبيين مع التغيير طبعا في هذه الحالة نتكلم عن الفرنسيين سمح لهم بأن يمارسوا وظائف كثيرة لكن ظل التوتر قائم يعني لم ينتهي فجأة يعني بين يوم وليلة وصاروا عاديين لا ظل التوتر وظلت الكراهية مستمرة ولم يدافع عنهم إلا الأكثر انفتاحا والأكثر يعني تسامحا ويعتبر يعني المفكرين والادباء الكبار يعني الذين استوعبوا هذا هذا الاختلاف وقبلوه ف يعني يذكر تذكر مثلا قصه فيلسوف الماني يهودي في القرن الثامن عشر وليس في القرن السابع عشر يعني بعد سبينوزا بقرن تقريبا اسمه موسى موسى مندلزون موسى مندلزون اسمه طبعا موزس أو عند أن يعرب إلى موسى موزز مندلسون هذا يعني كان فيلسوف مثل الفلاسفة الألمان الآخرين يعني مستواه الفكري عالي لكن ظل مطاردا بيهودية أنه أصله يهودي فهناك قصة شهيرة عن, عن أحد المثقفين الألمان في ذلك الوقت تحداه قال له إذا كنت أنت يعني تقول أنك منفتح وفيلسوف وعقلاني تؤمن بالعقل لما لا تتخلى عن يهوديتك وتدخل مسيحية فطلب منه الدفاع عن انتمائه اليهودي على أساس أنه غير مبرر يعني هذا دين انتهى وجاءت المسيحية وقضت عليه ولم يعد صالحا فإنت استمرارك فيه وانت انسان عاقل ومثقف غير مبرر. فهو دخل في ازمة فكرية ووجودية الحقيقة اضطرته ان يكتب يؤلف كتاب حول القدس يعني عنوانه كذا القدس برر فيه لماذا اليهودية دين عقلاني يعني أبرز فيه الدين اليهودي على أنه دين عقلاني بل أقرب إلى العلمانية يعني تقريبا بالغ في وصف اليهودية لكي يثبت أنه أن يهوديته لا تتناقض مع عقلانيته فهذه القصة الشهيرة يعني أنموذج لما يحصل حتى في الحياة العامة يمكن الناس البسطاء كان يقال لهم هذا الكلام بالتأكيد لكن لا, لا نعرف عن هذه الحكايات البسيطة ولا متأكد أن الجار قد يكون يعني واحد ألماني مسيحي كاثوليكي أو بروتستانتي يسكن جنبه واحد يهودي تبدأ مشاكل تبدأ التوتر وربما حصلت مشاكل كثيرة من هذا النوع بس لأنه هذا فيلسوف ومشهور عرفت هذه القصة تسليك المخرجين ذا عرفه ترى السلام عليكم هذه تجربه الصوت سوالف <applause> يلا حيهم اي حد جرب يفتح مشروع قبل كذا يعرف وش كثر هو صعب انك توصل لتجارب الناس اللي نجحوا في السوق قبلك يمكن تلقى لهم مقابلات واستضافات يتكلمون فيها عن المثابره وروح الفريق وسهر الليالي كيف تعبوا واصروا حتى نجحوا بس شلون اسس شركتهم ما تدري كيف قدروا ينجحون بينما غيرهم اللي مسوي نفس البزنس بالضبط فشل الله اعلم انت بس امتلئ بالالهام ودرعم في السوق. قاعد اتكلم من القلب ترى. عشان كذا بديت قبل ثلاث سنوات بودكاست سوالف بزنس، كنت ابي اجلس مع اصحاب المشاريع اعرف بالضبط شلون بدوا شركاتهم، شلون كسبوا اول عميل، وشلون جتهم الفكره اصلا. في الحلقات اللي راحت سالت هالاسئله لاصحاب مشاريع صغيره واصحاب شركات ناشئه جتهم استثمارات بأكثر من 300 مليون ريال. وفي الحلقات الجديده مع اذاعه 8 بنرجع لكم ان شاء الله بشكل جديد صوت وصوره. نبدا. في نمو عندك خارق واحدة من الثنتين يا يعني انك قاعد تسوي شيء غير مالوف يا انك بدأت تبيع مخدرات ما؟ ما؟ تعرف احط اسعار كذا اثناء الكلام مختلفة شويتين مع العميل واشوف وين اللي يمسك بريك شوية اذا فكر اكثر فوق هذا أو... أو... المبلغ انسى الموضوع <applause> انتظرونا كل اثنين بحلقة جديدة من بودكاست سوالف بزنس معي انا مشهور في بامكانك تتابع البودكاست عن طريق الاشتراك في منصات البودكاست المعروفة او عن طريق الاشتراك في اذاعة ثمانية على اليوتيوب نشوفكم يوم الاثنين خلاص قفلنا قفلنا خلاص مشينا انتم لو قالي اللي بتطلعون رجولي جبت جزمه رسميه بس يلا كان تحول الناس من اليهوديه المسيحية كفيهم شر كل هذه لا لا ما تحول البعض طبعا حصل أهل خلاص عاد يقدر يعيش في المدينه وته. اي ايه ايه اي طبعا صاروا كثير منهم دخلوا في المسيحيه وكثير منهم ظلوا يهوديين يهود عفوا لكن يسمونهم اليهود الاصلاحيين ريفورمد جيوز يعني كانهم يهود عدلوا في عقيدتهم الى درجه الانسجام مع الثقافه المسيحيه وفي التاريخ المسيحي اليهودي فيه حركات اصلاحيه مثل اللي في المسيحيه يعني مثل مارتن لوثر مثلا لما جاء في القرن الخامس عشر آه يعني اصلاح الوضع وضع المسيحيين من وجهه نظره طبعا جاء عند اليهود احد دعا الى اصلاح مشابه آه وذلك لكي يتمكن اليهود من العيش بسلام وانسجام مع المجتمع المسيحي المحيط بهم. فالبعض <applause> آه آه تقبل ومثلا صارت صار الكنيس اليهودي فيه موسيقى دخلوا الموسيقى فيه شالوا بعض الرموز التي تؤذي المسيحيين كلها محاولة للتقرب وش كانت الرموز اللي نعم وش كانت الرموز اللي الرموز يعني مثلا على يعني مثلا نجمة داوود او او الشمعة يعني الرمز اللي اظن سبع شمعدانات م. يعني كتاب مثلا يحطوا التوراه بشكل بارز في قلب الكنيس فالمعابد اليهوديه التي دخلت في الاصلاح اصبحت تشبه الكنيسه اقرب الى الكنيسه او تشبه الكنيسه كثيرا اشتهرت في مدينه في دوله لا لا كل معظم اوروبا تجد هذه الظاهره كثرت يعني في المانيا وفي في بريطانيا وفرنسا بدأوا يحاولون التقرب والاقتراب من من المسيحيين تفاديا للخطوره وانا في نظري ان هذا هو وضع الاقليات بشكل عام مم. الاقليات بصفه عامه تعيش هذا الضغط وتضطر للتأقلم يعني انظر ماذا مثلا يحدث للمسلمين الان في اوروبا الضغوط اللي عليهم انه يبعدون اولادهم عن الارهاب أن لا يكونوا متشددين أن يعني فتجد بعضهم فعلا يعني يحاول قدر الإمكان أن يحتفظ بدينه لكن بشكل لا يستفز الأكثرية المعادية طبعا لهم فهم يخشون مثلا خذ مثلا الحجاب أنا متأكد أنه في مسلمات كثيرات في أوروبا شال الحجاب لي اتقاء لشر <applause> يعني مخاطر لبس الحجاب وأعتقد إن فيه من أفتى يعني بجواز هذا إذا كان في خطر أكبر فيجوز أنا أعتقد إنه هذا يعني نوع من الإصلاح الذي عاشه اليهود من قبل وعاشته فئات أخرى يعني ليس فقط اليهود أنك عندما تكون أقلية في مجتمع يختلف عنك لا بد أن تقدم تنازلات هم أكبر منك أقوى منك الفرق طبعا ان اوروبا الان يعني علمانيه الى حد بعيد وفيها قوانين تحمي الفرد وتحمي الاقليات ايضا ولو كان الوضع مختلف انا يعني اعتقد في في مناطق اخرى من العالم لما سمح ل حتى المسلمين ان يبقوا على دينه يعني شوف الصين مثلا كيف تعامل الروهينجا يعني ما التسامح ضعيف جدا ما في مجال أه بينما على القوانين في فرنسا وفي المانيا تحمي الناس يعني لكن هناك شيء لا تستطيع تحميه نظره كراهيه أه انه صاحب المطعم يقول والله لو سمحت مسكرين أه لا او يحاول قدر الامكان أه أه يعني ان يعبر عن شعور بالعداء أه الاولاد في المدرسه يقال لهم كلام المرأة في مجتمع نسائي تسمع كلام وهكذا هذه أشياء لا تستطيع القوانين حماية الناس عنها يعني م. تجاهها لأنها مشاعر وأفكار وأراء العنصرية والكراهية الآخرين يعني أمور اجتماعية فردية لكن يعني لا يستطيع أي قانون أن يزيلها لكن يستطيع أن يحميك عندما يكون هناك اعتداء أو عنف اتجاه اتجاه أه، طيب انا ودي ارجع الى م. سبينوزا اي وش كان اثره على ما بعده في ذاك الوقت؟ اي سبينوزا يعني بتصور انه كان في بدايات اي, آ... أي. سبينوزا الشكل الثقافي اليهودي اي اي هو هو طبعا اول يعني اول مفكر يهودي كبير م. ومؤثر جدا آ... سبينوزا تاثيره هائل يعني لما بس تشوف نيتشه وش يقول عنه يعني يتحدث عن اثر هائل لسبينوزا عليه وغير غير نيتشه طبعا سبينوزا له عملان مهمة العمل الاول هو كتابه الاثكس اللي هو الاخلاق او باللاتينيه والكتاب الاخر اللي هو اعتقد كان اكثر تاثيرا اللي هو كتاب مبحث لاهوتي سياسي طبعا كلها كتبت باللاتينيه لاحظ في ذاك الوقت اللغه اللاتينيه هي اللغه لغه الثقافه والعلم فكلها مكتوبه باللاتينيه كتاب الاثيكا لم ينشر الا بعد وفاته هو ابقاه يعني طلب ان لا ينشر الا بعد أن... لانه خطير يعني هو فيه فلسفه فلسفه سبينوزا معروفه حلوليه سبينوزا قال بان الطبيعه هي الاله هي ان, أن الاله موجود في الطبيعه وبل اننا نحن نملك طبيعه الطبيعه البشريه اذا نحن فينا ايضا هذا العنصر الالهي اللي هو طبعا كلام موجود عند الصوفيه من قديم ليس جديدا يعني عند ابن عربي وعند الحلاج يعني الحلوليه معروفه في التاريخ الصوفي لكن هو فلسفة وحولها الى الى فكر فلسفه وليست مجرد يعني شطحات صوفيه أو يعني عباده أو دين فهذا الكلام خطير خطير من م. تقبل اليهود لها والمسيحيين كلهم كلهم؟ إيه م. هو بدأ يعبر عن آرائه كلاما في البداية قبل أن تقرأ هذه الكتب م. فغضب اليهود منه كبارهم وقالوا أنك أنت الآن بتخلق مشكلة بيننا وبين المسيحيين وحنا يعني ما صدقنا على الله تزيل العلاقات فهو آراءه متطرفة كانت فطردوه من المجتمع اليهودي طردوه طرد ببيان رسمي يعني تبرؤ منه علني وممنوع ان يدخل اي كنيس او يدخل اي يعني مطالبه اليهود بعدم الاتصال به خلاص هذا الشخص منفي تماما و هذا لما بدا يعبر لم يعني تعرف يعني هذا بالكلام بس لكن فعلا الكتب خاصه المبحث اللاهوتي السياسي الكتب تحمل هذا الفكر بشكل منظم ودقيق الكتاب المبحث اللاهوتي السياسي هو بحث في يعني ديني الحقيقه يعني علاقه الدين بالسياسه علاقه الكتاب المقدس بالمجتمع واللي اللي سواه الحقيقه هو بدا شيء يسمونه نقد الكتاب المقدس. يعني نظر الكتاب المقدس نظره بعيده عن التقديس. نظر اليه ككتاب. وحلله وذكر فيه يعني الاشياء الجيده وذكر اشياء سلبيه. فيه اخطاء وفيه أه وفيه خزعبلات وفيه اساطير قال هذا الكلام. طبعا هذا الكلام كان يردده في في مجالس لكنه مكتوب فهو بدأ هذا أول التأثير على فكرة بدأ اتجاه في التعامل مع الكتاب المقدس لم يكن المسيحيون ليجرؤوا عليه إلا بعد فترة في القرن الثامن عشر بدأ ما يسمى بنقد الكتاب المقدس اللي هو النظر إلى الكتاب المقدس على أنه أدب وليس نصاً لا يجوز المساس به أو المس يعني نقده أو التعليق عليه بطريقة كما لو كان نص بشريا هو قال هو نص بشري وله عبارة أذكرها الآن يقول يعني نحن اليهود فينا ناس تكذب وبعض هؤلاء الذين في التوراة يعني ما, ما أثق فيهم قالوا أشياء خزعبلات وعجائب ما أعتقد أنها حصلت يعني دعا إلى نوع من العقلانية الصارمة في التعامل مع شيء مقدس وغيبي فهذا بالتاكيد اغضب الجميع يعني لا مسيحي ولا يهودي. اي حسني افهم ما. كيف كلام يعني إيه. ما يمكن قبوله ابدا يعني. مع انه يحتفظ بانه قاد ويستخدم الكلام اللي يدل على انه مؤمن بوجود الله، هو ما هو انه مو مؤمن او ملحد، لا. بس ال 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 الكلام على الحلوليه هذا يجي فين؟ يجي في الكتاب الاخر في الافكس آه كتاب الاخلاق. آه لانه آه ايضا هذا اثر اخر. يعني تعرف الحلولية هي الحقيقة إلغاء للمسافة إلغاء تماما بين بين الذات الإلهية وبين العالم بحيث أنه لم يعد هناك إله يعني إذا أنت أنزلت الإله إلى الطبيعة لم يعد هناك حاجة إلى السماء يعني خلاص الطبيعة عندك وموجود فتكون الطبيعة هي الإله وتكون كل إنسان إله أيضا امتداد يعني لهذه الألوهية أحمل هذه الألوهية فهذه هي قمة العلمنة يعني العلمنة كما يسميها عبد الوهاب المسيري الله يرحمه هذه العلمانية الشاملة وليس الجزئية اللي هي فصل الدين عن الدولة لا الشاملة كل شيء يصبح يتصل بهذه الدنيا لا ليس لا هناك شيء آخر نأخذ منه تعاليم أو, أو أو نطيعه أو نصلي له أو إلى آخره فأنا لا أعتقد أنه سبينوزا أراد هذه النتيجة بالضرورة كل هذه النتائج لكنه الحقيقة وضع الأسس لهذا الاتجاه ضخم أثر في الفكر الغربي فيما بعد ولم يجرؤ المفكرون الغربيون على تبني هذه الآراء إلا في مرحلة متأخرة يعني لما تجي نيتشه مثلا يقول لك مات موت الإله نيتشه هو أول من قال بهذه العبارة الخطيرة وطبعا لما قالها ما قالها أنه يعني ينبغي أن يكون يقول هذا اللي حصل في ثقافتنا لم يعد هناك إيمان يعني يقرر حقيقة يراها ماثلة أمامه ف يعني حتى ديكارت مثلا ديكارت معاصر لسبينوزا أو قبله حتى يعني ديكارت يعني أعظم أثرا في تاريخ الفكر الغربي لكن ديكارت يدعو إلى عقلانية معروفة يعني هو يعني فيلسوف العقلانية لكنه مؤمن وظل كاثوليكي وظل يدعو الى الايمان بالله والاحترام الكنيسة بينما سبينوزا أخذ الخطوة الأخرى اللي هو يعني عقلانية لكن بدون أي نوع من الايمان الغيبي فلذلك جاء باحث معاصر باحث بريطاني اسمه جوناثان إزرائيل هذا طبعا من اسمه يدل يهودي أه والف كتاب عنوانه التنوير المتطرف ليميز بين التنوير المعروف اللي عند مونتسكيو وعند مثلا جان جاك روسو فولتير اللي هو يعني معتدل يعتبر <applause> قياسا الى التفريق بينه وبين تنوير سبينوزا <applause> اللي هو تنوير لا يهادن خلاص نهائي قطع كل شيء العقلانيه المفرطه البال يعني الى الحد الاخير فيرى ان التنوير بدا من قبل لكنه لم يتبنى الاوروبيون لم يتبنوا تنويريه سبينوزا او عقلانيته لانهم ظلوا مرتبطين بثقافتهم المسيحيه بشكل او باخر او اكثر ارتباطا من سبينوزا حتى اليهود ظلوا مرتبطين يعني مثل هذا مندلزون <applause> ظل يهوديا يعني ما هو ما انفصل مثل سبينوزا هذا الشخص كان فعلا ظاهره استثنائيه في ذاك العصر في القرن السابع عشر ان تجد احد يقول هذا الكلام. <applause> طيب انا ودي انتقل الحين الى الى كذا بمشي الى نابليون. مم. وواضح أنه لأول من خطى خطوة سياسية قوية أثرت في شكل وجود اليهود أوروبيا بس وش دوافع نابليون نابليون أنا أتوقع أنه دوافع اقتصادية وسياسية أولا أنه صاروا عبء على المجتمع يعني عبء أنك عندك بين ظهرانيك جماعات مقيمة عاطلة لا تفيد بشيء لا تنفع وأراد أن يدمجهم في المجتمع الفرنسي لأسباب ربما تكون اقتصادية بالدرجة الأولى يعني على الأقل استفادة من الثروة التي لديهم تنفع الاقتصاد آه، وثانيا أنه لم يعد هناك مبرر فكري أو ثقافي لعزلهم للاستمرار في عزله يعني لم يعد الناس متدينين مثل ما كانوا يعني الخوف اللي كان موجود الحساسية المفرطة تجاه اليهود ضعفت كثير صار الناس الآن يعني لا يهمهم الكنيسة مثل ما كانت تهمهم من قبل في العصور الوسطى أو حتى في, حتى في عصر النهضة <applause> فزالت مجموعة من الأسباب وظهرت أسباب تجعل فتح هذه المغاليق أو هذه الجيتوات كما ذكرنا فتحها صار ضرورة يعني والإبقاء عليها غير منطقي وغير مبرر لا يمكن الدفاع عنه فهو يبدو لي أنا أراد أن نستفيد من هذه الجماعات بشكل أو بآخر مم. وانتقلت من فرنسا إيه بشكل أي تدريجي تدريجي ولا؟ نعم لأنه هو احتل العالم تقريبا ونابليون احتل ألمانيا واحتل هولندا واحتل يعني ما خلى أوروبا تقريبا ما عدا بريطانيا هي التي لم يستطع فش كان موقف بريطانيا من اليهود البري... البريطانيين من القرن السابع عشر كانوا ي... ي... يصارعون الحقيقة أو آ... يعني يحاولون أن يجدوا حل لليهود لا عندهم يهود كثير مقيمين في بريطانيا وكانوا أيضا معزولين لكن بدأ التغير يحصل لأنه حتى بريطانيا مرت بالتنوير أيضا فتدريجيا بات الإبقاء على وضع اليهود كما كان غير مبرر لكن هذا قبل نابليون طبعا بدأت العملية في القرن الثامن عشر بدأت تظهر قوانين تخفف من من القيود المفروضة على اليهود لكن عندما فتحت أوروبا خلاص فتح الباب لهم حتى في بريطانيا لم يعد ممكنا الإبقاء على التقييد بعدين إضافة إلى ذلك البروتستانتية بشكل عام كمذهب أقل تشددا من الكاثوليكية يعني البروتستانتية أصلا هي ثوره على التشدد يعني الكاثوليكي فبريطانيا هي معقل البروتستانتيه صارت هي اكثر دول اوروبا يعني انتماء لهذا المذهب مه. فيها طبعا انجليكانيه اللي هو هي مذهب يوازن او يدمج ال ال الكاثوليكيه مع البروتستانتيه يسمونه أنجليكان اللي هو البروتستانت عقلانيا اكثر أه اقل تمسكا بالمظاهر لما تدخل كنيسه بروتستانتيه متقشفه جدا ما تجد فيها الزخرفه التي تجدها في الفاتيكان مثلا او في الكنائس الكاثوليكيه فهم عقلانيين اكثر واقتصاديين اكثر ايضا لاحظ بريطانيا دخلت الاستعمار في مرحله مبكره يعني مثل هولندا الى حد ما يعني هي اشبه دول اوروبا بهولندا يعني انجلترا بالذات اشبه دول اوروبا بهولندا فيه فيه سمات مشتركه بينهم طبعا دولة بحرية جزيرة جابوا العالم مثل الهولنديين احتلوا أماكن مارسوا التجارة مع الآخر فأيضا كانوا أقرب إلى الانفتاح من دول أوروبا الداخلية غير ال... التي لم يعني تمارس هذا اللون من ال... من ال... الانفتاح مع العالم او العلاقات التجاريه البريطانيين النشيطين بس هل كان بقدر قريب او مشابه بهولندا الانفتاح او تقبل لا ليس بالقدر نفسه لا ليس بالقدر نفسه لكن انا قلت انه انهم كانوا اقرب من الاشبه اه من, من, هم من الاماكن ليسوا مماثلين لهولندا لا مم. هولندا حتى الان يعني لا احد ينافس الهولنديين في في الانفتاح آه مع انه لذلك غريب يعني الان لما تشوف العنصريه عندهم تجاه المسلمين يعني التشدد هذا اللي طلع في البرلمان يطلب طرد المغاربه والجزائريين والمسلمين هذه نزعه جديده يعني في في وغريبه على هولندا المتسامحه يعني لكن مع ذلك هزيمته في الانتخابات هزيمه هذا السياسي الذي طالب بذلك دليل على انه لا زال الراي العام لا يتقبل مثل هذه الاراء كما كان ربما ربما في دوله اخرى كان ممكن يكون يكون له قبول اكثر طيب انا ودي الحين ما بعد نابليون يعني الان في تصوري بهذا الحديث يبدو كأن كأن الحياه بدأت تزدهر لليهود وان اليهود بدأوا ياخذون حظهم لكن في نفس الوقت احس انه مو بالضروره كما يصور يعني لا تزال اليهود يعني اللي يدلك على انه وضعهم ما كان يعني ظل عرضة للانقلابات ما حصل في الحرب العالمية الثانية. أي. ف... فكيف كان هذا المشهد؟ أيه. انا افكر ما بعد نابليون الى م. م. ما قبل الحرب العالمية الثانية. ازدهروا الى درجة انهم بدأ يعني انقلبت الآية صاروا يم... يمسكون بزمام الاقتصاد في كثير من دول العالم الحقيقة يعني ظهر فيهم عائلات ضخمة عائلات كبرى ثرية جدا وإلى اليوم يعني مشهورة عائلات يهودية تملك يعني أموالا طائلة وثروات هائلة هؤلاء يعني لو تعود إلى تاريخ اليهود ستجد بنوك كثيرة أسسوها شركات كثيرة أسسوها يعني استمروا على توجههم الاقتصادي حتى في الجيتو اللي هو اكتشفهم انك من خلال المال تستطيع ان تكون لك يكون لك حضور وقوه في البلد الذي تقيم فيه. كانت كانوا امراء اوروبا كما ذكرت قبل قليل كانوا يذهبون اليهم ويتسلفون منهم يعني يستلفون المال. فاستمروا فا على هذا الطريقه في البنوك من خلال البنوك العالميه التي اسسوا والتي دعني وضعوا اموالهم فيها وايضا بداوا يعني يمدون الحكومات بالمال انا احاول اتذكر اسم الاسره الشهيره التي يعني الشهيره في هذا المضمار ربما تاتي فيما بعد بس هل كانوا برضو لا يزال مضطهدين في في كانوا لا في هذا الوقت الاضطهاد لم أشعر. يعد لم يعد قائما كما كان بالتاكيد لكن الكراهية ظلت قائمة، يعني ماذا نقصد بالاضطهاد؟ يعني ال ال كان في مشاعر ضدهم، كانوا مثلا لا يوظفون في بعض الأماكن صاحب مطعم مثلا ما يعين يهودي صاحب دكان ما يعين كذا صاحب شركه يحاول ان يتفاداهم قدر الامكان فهذا نوع من الاضطهاد لكن اضطهاد ضمني وصامت يعني ليس كما كان من اول اضطهاد حكومات يعني او قتل او عنف علني يعني كما كان يحصل في الماضي اذكر في هذا السياق يعني كارل ماركس طبعا من اشهر اليهود يعني بعد سبينوزا يمكن هو هو وفرويد الثلاثه هؤلاء عمالقه الـ يعني المك ما اسميته المكون اليهودي. ماركس اضطر ان يدافع عن نفسه فتره طويله وظل يطارد بيهوديته حتى في المانيا. وليش راح لبريطانيا؟ وذهب الى بريطانيا لانه الاجواء فيها اكثر حريه. يعني لما ذهب في نهايه القرن التاسع عشر في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر ذهب إلى بريطانيا لسببين طبعاً السبب الأول هذا الجانب يعني المواقف ضده إنه فيها كثيرون كانوا يكرهونه هو يكرهون اليهود بصفة عامة الثاني هو طبعاً الفرص البحثية كان ذهب إلى المتحف البريطاني مكتبة المتحف وانجز فيها رأس المال يعني كتاب كتابه الشهير رأس المال كتبه في مكتبة المتحف البريطاني وحتى المشهور معروف المقعد الذي كان يجلس عليه. فماركس ألف في الدفاع عن اليهود وكتب عن ما يسمى بالإصلاح اليهودي. فله كتاب حتى مترجم الى العربية حول هذه الإشكالية، إشكالية تقبل اليهود في المجتمعات الغربية ويبدو أنه هو أيضا تعرض إلى موقف شبيه بموقف الزون في القرن الثامن عشر قرأ لبعض الكتاب الألمان المتدينين إلى حد ما نقدا لليهود واتهاما لهم فألف الكتاب يدافع عن عنهم وتحدث من أوائل من تحدثوا عن حقوق الإنسان مفهوم حقوق الإنسان لكنه في الكتاب أذكر أنه قال أنه ينبغي أن يكون لدينا حقوق المواطن وليس حقوق الإنسان مم. لأن حقوق الإنسان حقوق تجريدية مجردة للجميع يعني كأنك تدافع عن حقوق الإنسان لا تلزم نفسك بأحد معين لكن لما تقول حقوق المواطن فأنت يا حكومة ألمانية ملزمة بالمواطنين اليهود ايضا وليس الانسان في الكونغو مثلا او في الهند ها فلذلك دافع عن حقوق المواطن او المواطنه وطبعا معروف ماركس يعني لم يؤثر احد في يمكن في التاريخ فكريا احد اثر في في العالم بقدر ماركس يعني اثر يعني في حكومات وانظمه ودول نشات على النظام الشيوعي يعني معروف هذا فهذا الرجل ايضا اثر تاثير هائل لكن طبعا السؤال الخلافي حتى بيني وبين عبد الوهاب المسيري الله يرحمه انه الى اي حد نعتبرهم يهود هؤلاء يعني صحيح ماركس الماني اصله مم. يهودي صح لكن وش دخل اليهوديه في راس المال؟ وش دخل اليهوديه في كتبه مثلا؟ وش دخل اليهوديه في منتج فرويد مثلا؟ في فكر فرويد هنا نقطه الخلاف أنا أقول إنه العنصر اليهودي له تأثير. عبد يقول لا؟ يقول لا، يقول ما ما له علاقة، منتجهم الفكري هو منتج ألماني أو فرنسي أو إنجليزي، يعني متأثر بالثقافة أكثر ما هو متأثر بالانتماء الاثني بالاثنية. أنا أقول إن العنصر الاثني لا، مؤثر. هذا الـ هنا ال. خلاص. طيب دقيقة فعبد الوهاب مسيري ما كان يشوف مثلا في شيء اسمه ثقافة يهودية يعني أنا قد لا أكون متدين يهوديا ولكني مثق يعني ثقافتي يهودية أه هو يرى أنه أولا التأثير بدأ متى؟ بدأ يعني مع واحد زي سبيلوس. فليس بالضرورة أن أكون ايه؟ يهودي الدين, الدين. زي اليوم لا. لا لا لا. يعني مئات الناس اللي موجودين يهود, يهود لكنهم مجرد ثقافة يعني. إيه بس هو يقول إيش؟ أن اليهود اندمجوا في المجتمعات التي عاشوا فيها خاصة المثقفين والمفكرين <applause> اندمجوا الى درجه انه لم تعد اليهوديه العنصر اليهودي مؤثر في حياته. يعني فرويد مثلا نمساوي قح حسب <applause> هذا الراي نمساوي الماني يتحدث الالمانيه ويعرف الفلسفه ويعرف تاريخ علم النفس ودرس في الجامعات ولغته ليست العبريه ولا يقرا البايبل اللي يمكن الا نادرا او ما له علاقه يعني الا كان من ناحيه ثقافيه. فكيف ننسب اليه التحليل النفسي؟ نقول إن انه يهودي يعني التحليل النفسي او تفسير الاحلام او كتبه الشهيره م. يعني انها لم تكن لتولد لو لم يكن يهوديا هذا يعني يرى البسيري انه هذا القول غير صحيح, غير صحيح. غير صحيح. كيف انت تشوفه طيب؟ ايوه انا طبعا الكتاب هو جدل في الاتجاه المخالف آه انا اقول انه اولا كون كون اليهود اقليات فرويد وغير فرويد على الرغم من أنهم اندمجوا في المجتمعات الألمانية ظلوا دائما يذكرون بانتمائهم اليهودي لم يستطيعوا أن يكسروا هذا الحاجز أو يندمجوا مئة بالمئة فلما جاء جا هتلر أول من تقصدهم يعني حتى فرويد كان يعرف أن هناك حركة مضادة له ويعرف حتى في المجتمع النمساوي مع أنه منفتح يعني مجتمع منفتح أيضا على فكرة فيينا كانت اكثر مدن اوروبا انفتاحا يعني في 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 منتصف القرن التاسع عشر ونهايه أو بدايه القرن العشرين لكن مع ذلك كان هناك دائما ما يذكر فرويد بانه يهودي وطبعا كتاباته وانا اتكات على كتاباته وعلى رسائله فيه له عباره استشهد بها هنا لو لم اكن يهوديا لما استطعت ان اكتب كذا وكذا كذا بهذا بهذا الـ بهذا التعبير يعني. آه وفيه ما يدل على أنه كان يشعر بأقليته أو أقلويته آه في النظرية نفسها في النظريات نفسها في نظرية الثورة على القوى الخارجية اللي يعني تعرف نظرية فرويد تقول أن الإنسان يتكون من ثلاث عناصر اللي هي الذ... الأنا والأنا العليا والآخر اللي هو القوى الأخرى غير الأنا العليا الأنا العليا المجتمع الذي يقيدك والأنا هو الفرد لكن في دائما قوة أخرى مضادة اللي هي قوة نسميها الشر أو الخوف أو يعني النزعات الغريزية النزعة الغريزية طبعا بالدرجة الأولى ف بعض الذين كتبوا عن فرويد وليس انا فقط يعني ذكروا انه انه هذه هذا التفسير للانسان هو تفسير انسان مضطهد انسان يرى القيود لانه لماذا لم يخرج هذا التفسير من كارل يونغ مثلا اللي هو زميل فرويد أو بل انهما اصطدما يعني في مرحله من المراحل يعني وافترقا فهناك شواهد كثيرة طبعا الكتاب لا أستحضر الآن كل الدلائل النصية والأرجومنت <applause> اللي فيه حول هذا الموضوع لما تقول مثلا عبد الوهاب المسيري مثلا أنه كان كذا ينص نصا أنه أنا يهودي وهكذا ما كان ما أظن عبد الوهاب يعني قرأ رسائل فرويد أصلا يعني ما كان إيه وقد يفسر هذا الكلام على أنه يعني ليس ملزما لي انا كمف... كمحلل ان اخذ هذا الكلام يعني هذا رايه هو لكن انا لما اقرا كتب فرويد مثلا الحضاره و, و... وقلق قلق الحضاره لن اجد ما يدعم هذا الكلام يعني وبس يعني انا اعتقد انه ايضا المسيري رحمه الله عليه كان يريد ان يزيل الاسطوره اليهوديه في اسطوره ان اليهود اذكياء وعباقره، يعني م. هذه طبعا موجوده حتى في الغرب انهم نسبه الاذكياء بينهم كثير جائزه نوبل ينالونها بكثره، نسبه الذين فيريد ان يزيلها ليقول ان فرويد الماني اصلا. م. يعني <applause> يريد ان يخفف من انتمائه انتماء فرويد لليهود اصلا. أم... بنت فرويد على فكره آن تعينت في اسرائيل. صارت استاذة استاذة في جامعة تل أبيب يعني وعالمة كبيرة هي في علم النفس حتى. وذهابها إلى إسرائيل يعني أحد الامتدادات لهذا الانتماء لأنه في نهاية الأمر على فكرة حتى اليهود الذين لم يكونوا يشعرون بيهوديتهم أو تهمهم حتى أرغموا على هذا الشعور نتيجة العداء المحيط يعني أنت تريد أن تنسى م. تريد ان تكون امريكي الماني خلاص ياتون يقولون لا ترى انت اصلك وش اسم جدك؟ يطلع اسم جده مثلا موزز ولا مل. كذا انتم اصلا يهود يعني في نهايه الامر فيرغمون على العوده الى هذه الجذور يذكرون بها باستمرار كانوا يتملصون منها ولا كانوا يتملصون نعم يريد ان يغير أسه... غيروا اساميهم غيروا يعني كلش غيروا قدر الامكان وتشعر بالتعاطف مع يعني مع بشر من هذا النوع يعني يعني يريدون ان ينفكوا لكن المجتمعات تطاردهم بهذا تذكرهم بها وطبعا لما تقرا الادب الذي كتبه بعض الشعراء والروائيين اليهود تجد هذا هذه النغمه تتكرر يعني انا مثلا عندي اللوحه اللوحه هذه اللي فيها غلاف الكتاب اخترت لوحه لشاقال اللي هو رسام يهودي روسي. آه هي مبنيه على اسطوره اسطوره يهوديه اصلا لعازف الـ عازف الـ 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 الكمان. آه في فيلم امريكي حول حول اليهود ايضا اللي آه يعزفون الكمان اون آه في في حكايه يهوديه حول الموضوع. فانا اخترت هذه اللوحه بالذات آه لانها تكشف انه حتى فنان تشكيلي كبير في في روسيا ظل يعني متصلا سواء اراد ام لم يرد بهذا الارث. طبعا بعضهم يتباهى به لا يرى انه معيب طبعاً خاصه اذا غاب اذا اذا غاب الاضطهاد او غابت الكراهيه ويرى انها تفوق يعني له يعني موجود هذا هذا الخطاب موجود لكن الاغلب هو محاوله الابتعاد عنه. أوكي. طيب انا ودي اعرف الحين ما بعد نابليون ومع قيام الدول والدول قامت على يعني على يعني الدول الحديثه تقوم على قوميات وعلى اثنيات ليش ما كانت في فكره او هل كانت في فكره قيام دوله على على يهوديه, يهودية. نعم كانت موجوده في في, يعني. في في اوروبا إيه لا لا هي الفكره لم ولم ولدت ولدت في القرن التاسع عشر طبعا بعد ظهور الحركه الصهيونيه <applause> لأن الصهيونية أصلا حركة قومية ونشأت مع نشوء القوميات في أوروبا بدأ الشعور بالقوميات في أوروبا يعني بدأ لما تراجع الدين أن تقول أنا كاثوليكي أو كذا أو كذا صار لابد أن تنتمي إلى شيء صار واحد يقول أنا ألماني أنا مثلا أصلي كذا أنا من العرق الفلاني أنا من ففي انتماء للعروق أو الأعراق فاليهود ايضا نفس الشيء قالوا نحن نعود الى الى عرق بني اسرائيل ولنا امجادنا ولنا فبدا هناك من يدعو الى ان يعود اليهود الى فلسطين او الى ارض بس ما كانت في فكره إنه يسوون في اوروبا وقت تشكيل؟ طرحت الفكره ان تقام إن اسرائيل في مناطق مختلفه يعني... أي. يقام لهم دوله، كانت الفكره ان يقام لهم دوله في مكان ما لكن رفضت الدول الأوروبية ما حد راضي يتنازل عن أراضيه مثلاً خاصة لليهود بعد بشكل خاص يعني ما وبعدين منطقيا هم اتكأوا على قضية بني إسرائيل أنهم من أين أتوا هم كانوا عايشين في فلسطين يعني لا حد يماري في هذا تاريخياً فعلًا كانوا عايشين لكن لم يكن لهم دولة هل متفق على إيه؟ هذا السياق؟ لا. لا كان في دولة كان في لهم. لا هل متفق على هذه الرواية أنهم كانوا في فلسطين تاريخية هذا يعني متفق عليها بين معظم المؤرخين نعم لكن ظهر الآن من يشكك في هذا يعني أنا قرأت مؤخرا لمؤرخ أظن عراقي وقبله المؤرخ اللبناني هذا اللي ينسب التوراة إلى إلى اليمن ويقول أنهم أصلا كل معالم اللي المشار إليها في التوراة موجودة في في اليمن قديما وليس ولا علاقة لها بفلسطين يعني فيه رأي جديد لكنه ليس الرأي الغالب يعني الرأي الغالب على أنه أنها وط... أنها فلسطين لكن الحقيقة المه... المهم, ليس ما هو تاريخي حقيقة ما هو حقيقة تاريخي يعني المهم الفكرة التي أشيعت والتي أدت إلى خلق إسرائيل مم. اللي هي الفكرة الصهيونية العودة إلى جبل صهيون من رمز رموز فلسطين فتبناها آ... هرتزل طبعا كان أشهر من دع الفكره لكن قبل هرتزل كان في مفكرين ينظرون لهذه المسأله. نتكلم هذا الوقت اي نتكلم على منتصف القرن التاسع عشر تقريبا. أي يعني منتصف القرن التاسع عشر كان ظهور القوميات في اوروبا او ظهور النزعه القوميه اشتدادها في في دول اوروبيه مختلفه وبدات تتنامى هذه الدعوات والافكار. <متحدث> فالذين أرخوا للصهيونيه يعيدونها الى هذه المرحله الى هذه الفتره <متحدث> المطالبه بوطن قومي يعيدنا الى إسرائيل. <متحدث> يعني الى اسرائيل او الى يعني الارض ارض فلسطين القديمه يعني حسب حسب دعوة <متحدث> طيب فكان هذا الشكل اللي موجود انذاك الى الى انا باخذ الان اليهود في اوروبا آه بدأت الآن كذا وظهورهم وظهور حتى المسيحيين في تشكيل الحضارة أو تكوين الحضارة الغربية آه في القرن الثامن عشر التاسع عشر وحتى لو أخذنا العشرين لم يكن للشرق وللمسلمين وللعرب أي تأثير في تكوين الحضارة الغربية أبدا ألا طبعا أنا بالمناسبة بكره سأحاضر عن هذا الموضوع. آه. <applause> لا العرب أكيد كان لهم بس يعني ما أتصور لهم تأثير حاضر, حاضر يعني لا لا تأثير هل هو حاضر في الرواية الغربية لتكوين حضارة غربية؟ موجود العرب؟ موجود, موجود طبعا إيه أكيد آه. أكيد أكيد لكن العرب لم يعيشوا في أوروبا مثل اليهود، اليهود كانوا جزء من النسيج الأوروبي كانوا يؤثرون من الداخل يعني كانوا عايشين في أوروبا م. العرب كانوا في بلادهم يؤلفون وجاء الغربيون وترجموا كتب العرب وأثرت من طريق عن طريق الترجمة، عن طريق نقل المعرفة. بس بس برضو العرب عاشوا يعني عشنا فترة في الأندلس و في الأندلس ايه صح. أه. والأندلس الأندلس وصقلية م. هذه المنطقتين نعم لكنك كعربي لم تعش كما عاش اليهود في هولندا مثلاً. يعني ما أنت من ضمن ايه. الـ الـ النسيج النسيج <م>. النسيج وبعدين النسيج فيه فيه قرب بين اليهودية والمسيحية على الرغم من العداء الا انهم يعني الـ 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 العنصران اللذان لا يستطيعان ينفك عن بعضهما <applause> فعندك يعني لما تقول بايبل معناها التوراه والانجيل لا تستطيع ان تلغي التوراه يعني بالنسبه للمسيحيين ما في شيء اسمه انجيل وحده لازم عهد التوراه يسمونها العهد القديم والعهد الجديد فبدون العهد القديم لم يكن العهد الجديد ليظهر وهم يرون هذا واي بايبل تفتحه في اوروبا الان تجد التوراه في الاول يعني لازم تكون موجوده أه ف بينما القران ليس ليس عنصرا يعني اساسيا آه. في هذه التشكيله أه لكن طبعا الحضاره لن تكون مجرد يعني ان لن تكون فقط اديان يعني وتاثير ديني هي ايضا علوم وفلسفه وافكار واشياء مختلفه اخرى فالعرب دخلوا في تاثيرهم من هذه الزاويه اكثر من الزاويه العلميه الثقافيه. طبعا العمليه بدات بعصر النهضه يعني بدايه عصر النهضه لما بداوا بدات اوروبا تتفتح على العالم وجدوا ان العلم عند العرب ما في علوم اخرى ما في احد عنده علم يعني يمكن يمكن اخذه من الاخرين سوى العرب. فبداوا يرسلون البعثات الى اسبانيا وحتى في صقليه لكن اسبانيا بالدرجه الاولى أه لتعلم العربية وترجمة الكتب العربية. ف العرب هل كانت بس مقتصرة على الصقلية و اسبانيا وصقلية بالدرجة الأولى نعم يعني كان يمكن مراكز أخرى صغيرة لكن آه. لكن أهم شيء كان صقلية لأنه صقلية حكمها ملك اسمه فريدريك الثاني في القرن الثاني عشر الميلادي. هذا الرجل أعجب كثيرا بالحضارة الإسلامية وجمع عنده علماء آه كثير من من المسلمين آه والعرب في صقليه في البلاط آه حتى انه اتهم بالمروق عن الدين المسيحي لك لتصاقه ب بال بالمسلمين آه وطبعا هذا هذا كلام ارخ وكتب عنه كثير من الكتب يعني ارخ له المؤرخون الالمان في المستشرقون بصفه عامه والفرنسيون وغيرهم يعني الانجليز الاستشراق هو اول من كشف هذه العلاقه من من فتره مبكره يعني كشفوا حجم الترجمه وحجم الاتكاء على المنتج العربي الاسلامي طبعا كان في مقاومه لهذا العنصر مثل ما كان في مقاومه لليهود ايضا يعني لما بدات بدات الترجمات تاتي بدات الافكار الاسلاميه تدخل ايضا فكان مزعج آه. هذا يعني خذ مثلا ترجمه القران يعني كنموذج القرآن ترجم لأول مرة في القرن الثاني عشر في أسبانيا ترجم إلى إلى اللاتينية اللاتينية إيه؟ وترجمة سيئة طبعا لأنها كانت فيها هجوم يعني واضح مشوهة يعني لكنهم أرادوا أن يعرفوا ما هذا الدين أم... ثم ترجم أكثر من مرة فيما بعد أول ترجمة فيها النص القرآني العربي ظهرت في القرن الخامس عشر في القرن الخامس عشر في إيطاليا ولم تظهر بسهولة كان هناك يعني معركة طويلة بين الراء الذي أراد أن يترجم القرآن وينشر النص العربي والكنيسة لم تعطي الكنيسة الكاثوليكية إذنا إلا بعد سنوات لما أقنعوا بأن هذا الكتاب سيؤدي إلى أقناع الناس بأخطاء القرآن وبضعفه و كما يعني يدعون فظهرت الترجمة هذه النص القرآني في وسط الصفحة محاطا بالترجمة وعنوان الكتاب ما هو نقض القرآن أوه. آه نقض القرآن ما هو يعني القرآن نقض القرآن لكي تقبل الكنيسة أصلا يعني أنه الهدف هو الرد على هؤلاء وليس الرد هو ليس الرد وإنما النقض يختلف ريفيتاتيو الكوراني حتى بالإيطالية لكن هذا لم يمنع من تدفق العلوم يعني في القرن السابع عشر والثامن عشر أه ترجم آلاف المخطوطات والكتب تعرف تراثنا احنا عرفناه عن طريق الأوروبيين أصلا تراثنا كنا غافلين عنه يعني ظلت فترة طوال العهد العثماني الناس أميين يعني بعد انتهاء الدولة العباسية دخلت الأمة العربية والإسلامية في غفوة يعني خاصة المنطقة العربية غفوة جهل وعصور يعني من الهدوء يعني يظهر هنا ابن خلدون مثلا في القرن الكذا وفي يعني يظهر في المغرب العربي كان هناك الوضع أفضل طبعا من الوضع في الشرق لكن بصفة عامة ما, ما كان في حضارة ما كان في انتاج فكري وعلمي لما صحت أوروبا اكتشفت هذا التراث الذي لدينا فحققوا مخطوطاتنا حققوا الجاحظ والمتنبي و... والبخاري وكل هذا حقق اولا في اوروبا قبل ان نحققه نحن المعاجم العربيه حققت درسوا اصولنا تراثنا في وقت احنا ما نعرف شيء عن هالموضوع يعني ناسين يعني بعدين اكتشفنا او هذا او عندنا واحد اسمه الجاحظ <applause> <applause> هذا ال... هذا الكلام حدث في اي وقت؟ هذا هذا مع ظهور حركه الاستشراق، طبعا حركه الاستشراق قديمه تعود إلى عصر النهضة لكن لكن البداية الحقيقية الاستشراق والقرن الثامن عشر يعني م. مع حركة التنوير بدأ يظهر أناس يعني متعلمين في أوروبا م. تعلموا كثيرا واللغة العربية صارت مهمة حتى لدراسة البايبل لأنه أرادوا أن يعرفوا الأصول السامية للغة, للغة العبرية لأن يعني العربية والعبرية قريبات بعض يعني نفس الجذر فاكتشفوا اللغات السامية ما سمى اللغات السامية واللغات الاندو أوروبية الهندية الأوروبية اللي هي السنسكريتية أو أقدمها والفارسية والتركية وهذه اللغات فكانت أوروبا تريد أن تعرف تاريخها هي أيضا تاريخ أوروبا فتاريخ أوروبا مرتبط بتاريخ هذه الشعوب لأنه منين جاءت المسيحية من الشرق جاءت من فلسطين فلا بد ان تعرف العبريه واذا عرفت العبريه وصلت الى العربيه. ف بدأت علوم اللغه وبدأوا يترجمون الكتب العربيه. يعني بعضهم اتى واقام يعني في القرن السابع عشر جاء مثلا احد الباحثين باحث انجليزي اسمه بوكوك اقام في حلب ست سنوات. تصور في القرن السابع عشر. طبعا الناس اللي حوله ما, ما عندهم اي اهتمام بهالمخطوطات فجمع مخطوطات هائله واخذها الى انجلترا مكتبات اوروبا الكبرى تاسست على هذه المخطوطات آه. يعني منها مثلا البودليان في اوكسفورد اشهر مكتبه جامعيه في العالم يمكن اللي هي البودليان اقدم تاسست في القرن في عام 1598 وافتتحت عام 1602 هذه البودليان الان يعني مكتبة عظيمة جدا فيها تراث العالم المكتبة الوطنية بباريس بدأت بالمخطوطات القادمة من الشرق طبعا ما هي كلها عربية بعضها عبري، بعضها فارسي، بعضها هندي يريدون ان يعرفوا العالم يعني كانت نوع من الانفتاح الاوروبي على العالم لكن العنصر العربي كان مؤثر وكان حاضر وبقوة وظهر متخصصون يعني في اوروبا اوروبيون يجدون العربية ويترجمون ويؤلفون بالعربية حتى آه. يعني إيه تخيل يعني يؤلف بالعربية استطيع أن يؤلف وترجمت معاجم الفيروزبادي مثلا ترجم في القرن السابع عشر المعجم المشهور تخيل ترجم معجم ترجم ليش ترجم لأنه كان في طلب عليه في المدارس في المعاهد والجامعات العربية كانت لغة مهمة للمعرفة إلى جانب اللاتينية طبعا كان هناك مقاومة أيضا لهذا الاتجاه يعني فيه هناك من استاء من هذا الاهتمام بالعربية مثل الذي حدث في الأندلس لأنه اللي في الأندلس أيضا كان هناك استياء من أن الشباب الإنجليز المسيحيين كانوا يجدون العربية أكثر مما يجدون اللاتينية وكانوا يكتبون بالعربية وكان يخشى عليهم مثل ما نخشى الان على شبابنا يتكلمون انجليزي اكثر ويتكلمون عربي <applause> اه والله ما أشبه اليوم اي لا لا يعني مع الاسف هو الحقيقه ما في شبه يا <applause> ريت في شبه نحن الان يومنا يختلف عن ذاك الوقت طيب. يعني لما كنا يعني لكن على فكره يعني لو عدنا لليهود نجد انه ايضا ال... احد اسباب الاهتمام بالثقافه ثقافه هذه المنطقه في اوروبا كان ايضا التعرف على التراث اليهودي نفسه يعني من قبل يهود من قبل يهود ومسيحيين آه لأن المسيحيين يعني بداوا ينسون المسيحيه او تضعف صلتهم خاصه المثقفين والعلماء ما اتكلم على عامه الناس فالعلماء كانوا يريدون دراسة اللغات ويريدون دراسة المسيحية نفسها دراسة علمية تعيدها جذورها وأصولها فهذا استلزم دراسة اللغات الشرقية فظهر متخصصون في اللغات الساميه. يعرفون هذه اللغات الامهريه ويعرفون مثلا في الحبشه ويعرفون العربيه بهدف معرفه التراث المسيحي. اليهوديه طبعا اقرب او هي الاقرب بالتاكيد لكن العربيه مهمه ايضا. دوافع فهم ودراسه اللغه العربيه وهذه المنطقه في تلك الفتره كانت دوافع لفهم مثلا لهذه كلها مع بعض ولا كانت استعماريه بالدرجه الاولى ومن ثم لا الاستعمار جاء حتى. فيما بعد، يعني الاستعمار لم يكن حاضرا في البدايه، هو كان هناك كما يقول احد الباحثين مؤخرا في كتاب حول هذا الموضوع يقول انه بدات العمليه نفعيه عمليه آه. يعني بعدين تحولت الى علميه، صارت يعني شغف معرفي وفكري وصارت وتماسست، صارت جزء من المؤسسه يعني تاسست في الجامعات الاوروبيه كراسي لدراسه اللغه العربيه او دراسه اللغه العبريه. فصار هذا جزء من التعليم، جزء من الثقافه المحليه، وصار في متخصصين. آه، وصارت تنامت المكتبات. وكان هناك تنافس بين الحكام ايضا. يعني على اقتناء اكبر عدد ممكن من المخطوطات. كان فيه يعني الهولنديين يرسلون الناس والفرنسيين يرسلون والإنجليز يرسلون جيبوا أكبر شيء أكبر قدر ممكن تستطيعون الحصول عليه ففي البداية كان اهتمام ديني آه ثقافي آه أو أيضا ديني بمعنى إيش معنى أنه مو بس أنا أعرف المسيحية أبغى أنشر المسيحية <applause> يعني تعلم العربية لإرسال قساوسة يهدون الناس إلى المسيحية ويعلمونهم فكان تعلم العربية لهذا الهدف النفعي، لكنه تحول طبعا إلى أهداف أخرى فيما بعد، الاستعمار جاء تاليا واشتبكت الأمور مع بين الاستشراق والاستعمار وخدم الاستعمار الاستشراق والاستشراق خدم الاستعمار، طبعا أطروحة إدوارد سعيد مشهورة في هذا السياق يعني في كتابه المعروف، أه ف لكن الحقيقة أنه ظهر دراسات أخرى تبرز الجانب الايجابي لكل هذا، يعني الجانب السلبي عرفناه انه استعماري، احتلال، هيمنه الى اخره وهذا موجود. لكن الجانب الايجابي الذي لم يذكره ادوارد سعيد بالمناسبه م يعني كان مشغول هو بالجانب السلبي. آه هذا الجانب الايجابي كان موجود وتبرزه دراسات اخرى آه مهمه اليوم الحقيقه واعتقد انه احنا بحاجه الى معرفه متوازنه. يعني نريد ان نعرف الجانبين الاستشراق كان له مساوئ لكن في بلاد معينه وفي مراحل معينه وكان له ايضا ايجابيات مثل يعني تراث يعني لولا المستشرقين قلت لك قبل شوي انه ما عرفنا تراثنا يعني تراث يعني واحد زي بروكلمان مثلا مستشرق الماني بروكلمان مشهور له كتاب عن تاريخ الادب العربي ما له أي علاقة باستعماره وغيره يعني هذا الرجل رصد جميع ال... الأسماء والعناوين المهمة في تاريخ الأدب العربي يعني آه لما تشوف الكتاب كانوا معجم للأسماء وللشعراء وللكت... وللمؤلفات من هو الهمذاني الهمذاني كذا كذا وزي موسوعة يعني من هو الجاحظ الجاحظ كذا امرؤ يعني أبرع القيس إلى آخره ذكر المخطوطات أين موجودة أين هي أه كتب الفارابي أين هي أه ابن سينا وهكذا فهو رصد الثقافة العربية رصد موسوعي هائل أه طبعا نموذج من نماذج أخذ مثلا جولد سيهر المجري المستشرق مجري هذا كان رجل كان متخصص في الحديث في علم الحديث واستطاع أن يحقق كتب حديث يحققها يعني من منكم مخطوطة يحولها لكتاب كتاب مدروس ومشروع وهوامش فعرف الناس بكتب الحديث <applause> أي يعني حنا نظن أن علمائنا أو العرب والمسلمين هم الذين اكتشفوا هذا لا هي كانت معروفة من زمان طبعا لكن الناس نسوها ككتب توارت إلى مخطوطات ضائعة في دكاكيل والراقين في بغداد وفي دمشق إلى أن أنقذت آه أنقذها مثقفون علماء وأخذوها وترجموها أو حققوها وعادت إلينا معرفة مم. فالاستشراق له هذا الدور الـ 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 يعني الكبير ما يعني لكن مع الأسف في أيضا من قدم دراسات تشوه وتسيء وتهاجم وتنتقد وتضعف وأسوأ ما فيها طبعا الحالات التي يكون فيها المستشرق داعم للمستعمر يعني بيعطيه مم. تصور معين يعطيه راي ما رايك في مصر الان عطنا خب رايك في في الدوله الفلانيه كذا وضع الجزيره العربيه الان هل البريطانيين يريدون ان ياتوا الى الجزيره العربيه يذهبون الى المستشرق فلان يعطيهم رايه لانه هو خبير يعرف المنطقه العربيه يتكلم عربي فهنا تشعر بالاستشراق يخدم اهداف استعماريه فهذا الجانب السلبي والسيء وموجود ما في شك يعني مرصود وواضح طيب ماذا حصل في الحرب العالميه الثانيه وما بعدها وش اللي حصل بعد الحرب العالميه الثانيه اللي خلى اليهود ينتهي مساله الاضطهاد والعنصريه ويتسيدون المشهد ثقافيا وتجاريا و الحرب العالمية الثانية كانت منطلق آخر الحقيقة لليهود. لأن يعني هي 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 نقمة بنعمة. مم. طبعا ما فيش قتلوا ودمروا بشكل وحشي وإجرامي يعني على طريق على يد النازية، معروفة القصة في المحارق التي أقيمت لهم لكن أدى هذا إلى هجرتهم. كثير من منهم هاجروا إلى أمريكا فأمريكا صارت هي الحاضن الأكبر لهذه الجماعات خاصة العقول النيرة الكبيرة فيها هربوا في كتاب يقول هذه هدية هدية هتلر هتلرز جفت كذا العنوان الكتاب لأنه كانوا أهدى أمريكا عدد ضخم من العلماء والمفكرين الذين استطاعوا أن يسهموا في صناعة ما يسمى الحضارة الامريكية، او ما يعني نهضة امريكا بعد الحرب العالمية الثانية، تعرف انه امريكا قبل الحرب العالمية الثانية كانت زاوية بعيدة عن المشهد العالمي. بعد الحرب العالمية الثانية دخلت المشهد العالمي. وليس فقط سياسيا وعسكريا يعني وانما علميا وحضاريا، يعني اصبحت تنتج فكر، وتنتج علوم، وتنتج مخترعات. يعني يكفي إيه اينشتاين انه يروح مثلا واحد زي اينشتاين يقيم في 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 أمريكا وطبعا غير أينشتاين مئات في فترة من الفترات بعد الحرب العالمية في الخمسينات يمكن أو الستينات كان سبعين بالمئة من أساتذة الجامعات الكبرى في أمريكا يهود سبعين بالمئة يعني هارفرد مثلا اللي هو في ليك هذول هارفرد ييل برينستون كولومبيا الى اخره يهود 70% وكانوا وكان اليهود الاساتذه التي الذين في الجامعات هذه يدعمون بعضهم يدعم بعضهم بعضا لما ياتي واحد مثلا هارب من المانيا او من فرنسا او نتيجه طبعا الحرب العالميه وما حصل يعني من اضطهاد لهم في المانيا كانوا يبحثون له عن وظيفه وعمل و يجدون له مكان الأطباء في نيويورك في فترة من الفترات كانوا هم النسبة الكبرى النسبة الكبرى من أطباء نيويورك كانوا يهود فأنت يعني تتكلم عن, عن أقلية مؤهلة تأهيل عالي في مختلف المس المجالات تأتي فجأة إلى بلد غني وقوي وتبدأ تعمل في هالجامعة تؤلف وتنشر وتكتب وتخترع وتصنع ف آه، هذه من نتائج الحرب العالمية الثانية. هجرة اليهود العقول اليهودية هجرتها إلى أمريكا. بعدما طورت في في وين؟ في بلدها الأصلي. طورت في فرنسا وفي ألمانيا وفي يعني في دول مختلفة. لكن جاء هذا كقوة طاردة وحرم أوروبا منهم وأضطرهم إلى الهجرة. <applause> يعني آه، مثلا مدرسة فرانكفورت يمكن من أشهر النماذج. اللي هم مجموعه من المفكرين الالمان الذين كانوا في فرانكفورت طبعاً عندهم معهد معهد الدراسات الاجتماعيه والأبحاث الاجتماعيه هذا المعهد كان مزدهر في الثلاثينيات لما تولى هتلر وبدا يسجن ويبحث ويحرق الكتب ويطرد وهربوا كلهم كل هم ثلاثه او اربعه هربوا الى امريكا ادورنو هوركهايمر اسماء مشهوره في الفلسفه الالمانيه المعاصره الفلسفه الاوروبيه كلها والغربيه الوحيد الذي لم يذهب هابرماس كان اصغرهم كان صغير وطبعا الماني ليس يهودي لاحظ الباقين يهود يعني ادورنو هوركهايمر اريك فروم ثلاثه يهود هؤلاء هربوا ايش بيكون مسيحي هذا هابرماس مسيحي يعني من أص... من اصول مسيحيه هو الوحيد الباقي منهم يعني هو الان موجود ما زال لكن يعطيك يعني فكره عن نوع الانتقال الذي حدث طبعا على مستوى العلمي معروف الفيزياء وفي الكيمياء وفي المجال الفلك وفي غيرها من المجالات لكن الهجره الكبرى كانت من المانيا في الحرب العالميه الثانيه بعضهم ذهب الى بريطانيا مثل فرويد مثلا انتقل لبريطانيا وعاش فيها ومات هناك لكن فرويد في مرحلة مبكرة عام 1937 يمكن كانت بداية الضغوط الالمانية على النمسا فذهبوا هو وأسرته ذهبوا طيب تحولهم إلى العلم إذا قبل الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية ما كانت إلا طبعًا. نتيجة هجرة طبعا طبعا وش وش الأشياء اللي حصلت؟ هل كانت عملية مؤسساتية عملية معينة تحصل انه اليهود ولا كانت اوروبا كلها مثقفة ولا كان اليهود فعلا بينهم اكثر ثقافة من يعني بقية المسيحيين؟ انا اعتقد انه لا اوروبا كانت طبعا بيئة حاضنة وبيئة غنية بالثقافة ما في كلام م. يعني خذ فيينا مثلا كانت زهرة من زهور الحضارة يعني في في الثلاثينيات في العشرينيات في اوائل القرن العشرين الربع الاول من القرن العشرين كانت هي نيويورك في مرحلة من المراحل يعني يذهبون إليها ليعيشوا فيها لانفتاح وكان وثري ثراء كانت إمبراطورية وغنية ف الأوبرا والمسارح والأعمال الفنية العظيمة والموسيقى والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث ازدهرت فيها الحضاره طبعا باريس أيضا آه إلى حد بعيد ولندن وغيرها من المدن الأوروبية فكانت بيئات غنية جدا وهذه الأقليات أنا أعتقد اليهود بالذات كأقلية آه كانوا ينطلقون من شعور قوي بأنهم مهددين في أي لحظة كنعم كان الشعور قوي لأنه وراءهم تاريخ مئات السنين من الاضطهاد من الصعب نسيان هذا مم. كل واحد له جد اضطهد او ابو, أو أبو جده يعني ما في احد طوال تاريخه يعني كان مبسوط وغير يتذكرون كيف كان اجدادهم يعاملون معامله سيئه. ففي خشيه من ان يحدث يتغير فكيف تؤصل لنفسك؟ كيف كيف تثبت نفسك في هذا المجتمع؟ بالعلم بالتميز العلمي. خلهم يحتاجون اليك. يعني انا يعني إذا ظليت مثلاً أسوق سيارة ولا مثلاً يعني مجرد أو أعمل في عامل في مصنع يعني مهم لكن مهم أهميته قليلة لكن أن عندما أكون مفكر أو عالم مخترع مكتشف فستكون الحاجة إلي أقوى فأعتقد أنهم استغلوا هذه البيئة الغنية البيئة المثقفة البيئة التي تتيح لك فرصة الازدهار والنمو أفضل استغلال كانوا أقلية عددًا فقط عدداً ولا أقلية عددًا وسلطة لا هم أقلية عددًا وسلطة علمية وثقافية لكن ليس سياسية ما لا اليهود إطلاقًا لم يتولوا يعني سلطة سياسية في أوروبا إطلاقًا كانوا دائمًا يعني, وزي يعني ممكن يكون وزير ممكن أو وزير مالي يعني يساعد يدعم مستشار بس ما يكون رئيس دولة مستحيل انتخاب آه. أو, او طبعا اوروبا ظلت فتره طويله ممالك ما يعني اصلا حكومات يعني م. ما كانت يعني انتخابات هذه شيء جديد يعتبر في تاريخ اوروبا ما كان موجود دائما فكانت الحكومات اصلا حكومات ملكيه ومتوارثه وما في مجال يعني والحكام يخشون ان يضعوا اليهود معهم في, في مناصب أي. كان في نوع من الحساسيه تجاه طيب. لكن اهلا بك استاذ جامعه اهلا بك طبيب يعني م. اي ما رئيس بنك اي مثلا اي, أي. طيب لطالما انه كانت فيينا الحين كذا بطلع شويه بس اني احس في نفس النقطه انه فيينا كانت كذا المكان اللي يجتمع فيه المثقفين غياب العرب عن المشهد الاوروبي في تلك الفتره وفي ظل يعني وش شو العرب كانوا من الشعوب الخ... ما يعني. الخاضعه للدوله العثمانيه طول هذه الفتره قرون من الهيمنه العثمانيه ما في كلام يعني كان نسبه الاميه عاليه كانت يعني كان في فقر كثير في في العالم في المنطقه العربيه البلد الوحيد اللي تنور قليلا شوي لبنان في مرحله مبكره لاتصالهم بالمسيحيين وفي وبعثات تاتي الى الى لبنان ومصر بالدرجه الاولى طبعا مصر نتيجه وجود محمد علي في القرن التاسع عشر طبعا او في في الثامن عشر اواخر القرن الثامن عشر بدايه التاسع عشر. يعني هذا الرجل ما في شك حرك مصر وارسل بعثات، اولى البعثات العربيه ذهبت الى الع... الى اوروبا كانت بعثه الطهطاوي رفاع الطهطاوي هو ومجموعه من المصريين بعثوا للدراسه والتخصص والتعلم وعادوا بلغات وعادوا ب... بثقافه وعلم واحدثوا نهضه. لكن قبلهم قبلهم كان نابليون لما جاء طبعا نابليون جاب المطبعة أول مطبعة تدخل العالم العربي أه وحاول قدر الإمكان أنه يعني يجتذب السكان أه لكن طبعا كانوا كارهينه لأنه إيش هي غازي يعني غزو وهيمنة وسلطة أجنبية مرفوضة بس ليش ما في كان أي شكل من أشكال الهجرة ايه أي لماذا لم يهاجر أي طبعا اعتقد عرقاً. الجانب الديني كان مهم آه لانه يعني فرص العيش للعربي مسلم بقدراته في ذلك الوقت لم تكن تؤهله على ان يعيش الا خادم يمكن يعني ان يشتغل في مكان يعني وضيع او او يعني في سلم متدني من من سلالم الوظيفه او العمل فما اعتقد انهم كانوا عندهم استعداد ان يذهبوا هذا بالنسبه لمن يعني كان عنده استعداد يتنازل عن الجوانب الدينيه والعقديه يعني ان يعني يقبل ان يكون في مجتمع فيه انفتاح او فيه كنائس وفيه النساء يعني شوف رده فعل رفعه الططاوي ططاوي لما وصف مصر وصفها انه يعني هم نظاميين وقانونيين وعندهم نظافة وعندهم لكنهم متعرين يتعرون في الشوارع وليس لديهم آداب آ يعني آ من الآداب التي ينبغي للمسل... للإنسان المسلم طبعا ويرى م. أن المسلم هو الإنسان الحقيقي أنهم أنها ليست لديهم وبالتالي كانوا مر... كان فيه نوع من النفور من العيش بين النصارى أي فلذلك لم يذهب المسلمون ولو ذهبوا لما وجدوا فرص كبيره يعني. طبعا في قصص عن مسلمين ذهبوا لكنها قليله، في يعني هناك من ذهب لكن عددهم لا يعني قليل جدا وبالتالي حالات لا يقاس عليها. الحين كذا قدرنا نشوف شكل جيد الى تكوين الحضاره الغربيه واثر اليهود أيه. في هذا الشكل. ودي ارجع كذا للحضاره الشرقيه والحضاره في عربيا وحتى اسلاميا. آه، واثر اليهود على ذلك هل لهم اي اثر يذكر في تكوين الحضاره الحضارات الشرقيه يعني اليهود آه كان لهم دور في النهضه العربيه الاسلاميه ما في شك كمترجمين واطباء يعني في بغداد كان هناك جاليه يهوديه وفي دمشق وفي فلسطين او في القدس وفي مصر ايضا الى حد ما لكن دورهم كان دور علمي ايضا يعني هناك يهود اطباء اشتهر بالطب وهناك يهود مترجمين م. ترجموا من اللغات من السريانيه ومن طبعا اليونانيه الى اللغه العربيه فكان لهم هذا الدور لكنه لم يكن بالكثافه التي عرفت لهم في اوروبا فأعتقد أن هناك اختلاف من حيث حجم الإسهام وعدد المسهمين والتأثير التأثير لم يكن يعني قويا اليهود طبعا كأقلية مرفوضة سواء في المجتمع الإسلامي أو المسيحي كانوا أيضا يتخفون يعني يغيرون أسماءهم ويحاولون قدر الإمكان أن لا يعرفوا يعني خوفا من الاضطهاد <applause> لكن دورهم كان في الأندلس أقوى الأندلس لأنه كان في انفتاح وعرف عن أنه في بعض في إحدى المراحل عين يهود في منصب نسميه الآن رئيس وزارة في الدولة الإسلامية فكان كان لهم دور أكبر في الأندلس <applause> وكان أيضا كانوا مهمين على المستوى الثقافي في في يعني التأليف وليس فقط الترجمة التأليف كانوا مهمين وهناك أسماء مهمة طبعا أشهر علماء اليهود في تلك المرحلة ظهر في الأندلس ابن ميمون يسمونه في الغرب ميمونيدس بالاسم اللاتيني يعني. بس هو ابن ميمون، ابن ميمون كتب بالعربيه كانت لغته العربيه لان اللغه العربيه مثل الانجليزيه لا، يعني اذا تبغى تصير مفكر وتنتشر في العالم مكتوب بالانجليزيه او خل كتابك يصل باللغه الانجليزيه باي شكل فكان فكان يكتب بالعربيه او يعني بعض مؤلفاته وايضا هذه نقطه مهمه كثير من اليهود في ذلك الوقت ترجموا الأعمال الفلسفية العربية إلى العبرية أوكي. إلى العبرية فكتب بن مثلا كثير منها كتب ترجم إلى العبرية واكتشفت مؤخراً نصوص لبن رشد ما هي عندنا بالعربية فترجمت مرة أخرى من العبرية إلى العربية أنا أعرف آه. على الأقل أستاذ مغربي أحد المشهورين في هذا الجانب متخصص في العبرية وترجم أعمال لابن رشد إلى العربية لم <applause> تخيل ترجمها آه. <applause> طبعا ترجمه ترجم ترجم رشد الى العربيه بلغه حديثه طبعا راح تكون ما راح تكون لغه ابن في 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 تهافت التهافت مثلا او في كتابه فصل المقال فهم حفظوا الحقيقه تراث ايضا عند طبعا ما كان مقصود حفظ التراث كان انه يريدون ان يستفيدوا طيب تتوقع اليهود اقرب أقرب للعرب ثقافيا منهم إلى الأوروبيين أنا أنا أؤمن بنظرية المسيري في هذا الجانب على فكرة آه. النظرية مهمة جدا هو يقول أنه لا يوجد شعب يهودي أصلا كلمة الشعب اليهودي هذه أسطورة اخترعها الصهاينة أنه ليش لأن تكون شعب يهودي معناه أنه فيه كل ذولة بينهم تجانس اليهود الصيني لا علاقة له باليهودي الألماني أطلاقا يعني صيني شكلا ولغة و لكن فيه الانتماء إلى البايبل يعني يؤمن بالتوراة بس لكن غير كذا ما في صلة مو مثل الصلة بين الدول العربية يعني التاريخ مشترك لغة مشتركة تراث مشترك هذا تراث صيني صحيح أنه البايبل موجود بس الباقي أدبا وصيني وال حتى في أوروبا فعلا في اليهودي البولندي غير اليهودي الهولندي غير اليهودي الامريكي غير وهكذا في الغرب يعني ف يعني هذه هذه المسائل مهمة جدا لتقييم دور اليهود مم. يعني ال الخيط المشترك موجود لكنه لا يرقى إلى أن إلى إلى تبرير وصفهم بالشعب يعني مفهوم الشعب هو مفهوم تجانس يعني في عندك يعني عناصر كثيرة مشتركة بين هذه مثل الأتراك مثلا أو الفرس يعني بينهم يعني صلات مشتركة ف... وبعدين كلهم أقليات يعني يجعلهم أقرب إلى الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها آ... لغويا وغيره إنما كونهم أقليات أيضا جعلهم يشعرون بالاضطهاد الذي يجعله الذي يجعل مقارنة بينهم بين الأقليات الأخرى وارد ترى آه. يعني السمات المشتركة بينهم فهم تأثيرهم في الثقافات التي عاشوا فيها، أنا طبعًا لا أستطيع أن أتحدث عن هذا بمعرفة لأني لم أدرس مثلًا دور اليهود في الصين أو دور اليهود في في إندونيسيا أو في أي بلد آخر أو في الهند، مع أني أعتقد أن عددهم أقل يعني في هم أصلًا قليل يعني كمجموعات بشرية عددهم أقل، فمن الصعب تصور أنهم كانوا بكثرة يعني موجودين في كل هذه الدول. لكن اعتقد ان ان عندما نتحدث عن اثر فاثرهم الاكبر كان في اوروبا واقل منه في, في الحضاره العربيه الاسلاميه كانوا جزء من التشكيل الحضاري اسهموا بشكل او باخر في في مجالات مختلفه ولكن يعني اهميتهم هي اوروبيه ترى ايضا عندنا في عداء اليهود ايضا لا ننسى يعني اليهود ليسوا مرحب بهم يعني لو جو جماعات وارادوا ان يقيموا آه يعني سيكون هناك نوع من التوتر آه وحصل لكن انا اعتقد انه كان في ايضا قدر من التسامح آه المعروف الذي سمح لهم بالاقامه والعيش في العراق مثلا او في سوريا او حتى عندنا في الجزيره العربيه لكن الاوضاع الاقتصاديه ايضا لم تكن تشجع اقتصاديه يعني ماذا ستاتي تفعل يعني اذا جئت الى أفضل من أن يكون برضو عايش تحت اضطهاد أي بس إذا و... جاء ما يضمن أنه أيضا سيكون تحت اضطهاد يعني ما مم. ما هو ما ذكر في ما أدبهم مم. في روايات مم. في شيء. لا الحبيب. في ذاك الوقت ما كان لهم لا أدب ولا روايات كان الشعر آه. الشعر موجود أكيد آه، الأدب الشعبي يعني لكن ما الرواية أصلا ما ظهرت إلا في القرن الثامن عشر مم. كف... كفن يعني مم. آه، ولا ال... يعني الاعمال الادبيه المعروفه الان لم تكن شائعه في ذاك الوقت. حتى في اوروبا لم يكن احد يكتب روايات، المسرح مثلا بدا في القرن الخامس عشر والسادس عشر <applause> كتاب المسرحيه. يعني لما نهضت اوروبا وبعدين عرفت انه في اليونانيين عندهم مسرح صاروا يعني يقلدونه. استعادوا هذه الفنون. اليهود لم يكن لهم نصيب كبير، حتى بعد اندماجهم في المجتمعات الاوروبيه ظلوا محدودي الانتاج الادبي على فكره. ادبيا كانوا متوارين كثيرا. يعني ما تج ما نعرف شعراء كبار ولا روائيين حتى عندما ازدهرت الروايه. امم ليس انا تعبت الحقيقه ابحث عن روائيين يهود في القرن التاسع عشر مثل عصر الروايه. يعني تعرف لما كان دوستويفسكي وتوستوي وديكنز والاسماء هذه الكبيره ما ظهر كتاب يهود ابدا ولا شعراء يهود كبار يعني ظهر في المانيا اشهر شاعر اللي أه ظهر في القرن التاسع عشر منتصف القرن التاسع عشر ويعتبر من كبار الشعراء الالمان الان يعني لكن وحده ما في شعراء اخرين مهمين معظم الشعراء الاخرين المان أه مسيحيين يعني فبعدين في القرن العشرين بدأوا ينتجون اعمال ادبيه مهمه ظهر بينهم طبعا في بريطانيا ظهر إسرائيلي روائي انجليزي يهودي وكان بالمناسبه رئيس وزراء يعني وصل مشهور انه بنجامين دزرائيلي ودرست رواياته انا الحقيقه مذكوره هنا أم وفيها هذا الشعور الاقلوي مع انه رئيس وزراء الا انه في عنده <applause> شعور انه اليهوديه والانتماء اليهودي موجود يعني صعب الفكاك منه يعني هو يستشعر احيانا يعني بكبرياء وباعتزاز واحيانا ياتي لا شعوريا يعني بشكل يعني تلقائي او عفوي طيب بما انه نحكي عن الادب والمسرح وهذا كيف كان تصوير اليهود في الادب وفي المسرح في تصوير طبعا متحيز الى فتره طويله ظل فتره طويله متحيز وانا ذكرت مسرحيه <applause> شكسبير تاجر شكسبير. البندقيه طبعا في ايضا مسرحيات اخرى اللي مثلا كريستوفر مارلو اللي هو كاتب مسرحي انجليزي معاصر لشكسبير هل تطور اي آه استمر الوضع سلبي يعني تقريبا سلبي. أضحي حضور اليهود حضور المرابي في الغالب يعني آه. حضور شخصية مرابية شخصية كريهة يعني في الغالب تحيز آه شديد ضد اللي ضد اليهود مثل المسلمين على فكرة يظهرون أيضا بصور سلبية وش يعني. كان المسلمين أنا ذاك يعني اليوم آه تصور الأتراك طبعا في القرن السادس عشر كان المسلم والتركي آه. يقول هذا الترك التركي يظهر في, ال في حتى الأدب الفرنسية وال والإنجليزية آه المسلم تركي في الغالب ويسمى تركي حتى سبينوزا على فكره يشير الى يقول ال ال اليهود والمسيحيون والاتراك آه. يقصد المسلمين وال والوثنيين طبعا عاد اللي الشعوب الاخرى يعني اللي ما فالتركي يعني مسلم فظل آه هذه الشخصيه ظلت موجوده تظهر بين الحين والاخر بس ايش كانت الصوره اللي عامه سلبيه اللي عن المسلمين انذاك آه صورة عن المسلمين آه طبعا في براحة تغيرت الصوره يعني في العصور الوسطى كانت صوره عدائيه بالمره يعني عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه يعني هذا كان من الاشاعات عنه انه هذا هو قسيس مسيحي هرب وراح اسس دين جديد في الجزيره العربيه عشان يسوي نفسه يعني نبي وسموه ماهون وسموه ما ادري اسماء كذا عجيبه غريبه وظنوا انه في مره في فترات انه يعني وثاني دين وثني اصلا الاسلام هذا لكن تغيرت الصورة تدريجيا مع الاكتشافات ومع الرحلات ومع الرحالة أيضا اللي بدأوا يأتون وبدأت الصورة تتغير وتصبح إيجابية أكثر يعني. ففي القرن الثامن عشر نجد حضور إسلامي إيجابي ويهودي أيضا اللي حتى اليهود تغيرت صورتهم كل شيء تغير مع تغير العقلية الأوروبية وانفتاح أوروبا على العالم آه فانفتاح اوروبا جعله جعلها اكثر تقبلا للاخر واقل كراهيه للمختلف والاختلاف آه وطبعا الصورة الإسلامية صورة المسلمين والعرب واليهود وغيرهم أصبحت أفضل مما كانت عليه آه في السابق فالقرن التاسع عشر مثلا فيه أعمال كثيرة تشير إلى المسلمين في شيء من التحيز طبعا وفي شيء من الأحياء السخرية لا يعني هذه نجدها يعني أذكر لك مثال مارك توين مثلا أشهر من أشهر كتاب الأمريكيين أشهر رواية لمارك توين والرواية اللي يعتبرها هيمينغوي منطلق الأدب الأمريكي اللي هاكل بريفن هاكل بريفن آه ظهرت في القرن التاسع عشر طبعا رواية <applause> آه يظهر فيها أحد الأبطال زنجي هارب من العبودية من الجنوب الأمريكي إلى الشمال وصيل صديق لهذا الولد الصغير اللي اسمه هاكل بريفن هاك الفين صبي صبي ذكي وايضا متمرد على اهله ويهربون الاثنين الزنجي والولد هذا فمره في احد المشاهد اللي انا علقت عليها اذكر حتى في في رسالتي للدكتوراه يعني كانت عن هذا الموضوع يلبس الزنجي عشان ما يكتشف لانه كانوا يبحثون عن الزنوج الهاربين العبيد يعني الهاربين المارقين او الابقين كان لبسوا لباس حطوا عليه بدري كذا غطاء وكتب حط عنده لوحة هذا عربي أن أرب مدري كذا يعني أنه مجنون أو كريزي فكلمة عربي دخلت القاموس الإنجليزي في البداية ولا زالت موجودة بسمول أي أرب أرب اللي هو المتشرد الشخص المتشرد الذي لا بيت له يعني مثل زي ما تقول كأن مبني على البدوي يعني آه. إيه ولا زالت موجودة يعني حتى الان ايراب موجودة بس ما تستخدم الآن لأنها صارت عنصرية يعني إنما هي ارتبطت ارتبط صورة العربي بصورة البدوي اللي على جمل وعايش في صحراء و وفي نفس الوقت أيضا بدأت تتسلل صورة العرب كأهل حضارة يعني قديمة أيضا وجدت هذه الصورة فكان فيه عدة صور مختلفة يعني كتاب ليسوا متفقين عليها طبعا من أشهر العرب في الأدب الأداب الأوروبية عطيل في مسرحية شكسبير عطيل اللي هو عنوان المسرحية هو البطل المسرحية عطيل مغربي مركن مور يسمونه مور اللي هو من اللي هم يعني كان في الذهن الانجليزي ما في تفريق بين المور والافريقي يعني آه. كانه ايه كلمه مور مورش تستخدم للأفارقة أيضا يعني تختلط الدلالة شوي لكن عطيل اللي يسميه العقاد يقول أنها أصلا أو عبد الله يعني أولها العقاد أنه أوثيلو هو أوتيلو وبعدين يعني أصلها إيطالي جاي من حكاية إيطالية وأنها أصلا أنها كذا عموما هو يظل بطل مغربي الأصل آه طبعا اسود هذه مهمة جدا ويحب ديدمونه الايطالية الجميلة هذه وخلى خلى شو اسمه اياغو يكرهه ويدبر آه الجريمة القتل اللي صارت بعدين لما عطيل خنق ديدمونه لكن المأساة آه هذه المأساة طبعا تعتبر تراجيديا آه تصور المور صورة رائعة نبيل يعني هو كانه الانسان اللي الاخر النبيل العظيم الخير فصوره ايجابيه جدا في مقابل شايلوك صوره المقابله سيئه جدا لليهودي المرابي فالعرب كانوا بعيدين عن اوروبا لم يكونوا يعيشون فيها كانوا اكزوتيك يعني ناس عايشين بعيد ويتخيلونهم باشكال مختلفه يعني مره أفارقة مره اسيويين مره بدو مرة ما تجي صور متفاوتة وكان الرحالة يلعبون دور كبير في هذا في هذه الرحالة هي طبعا لأنه ما الرحالة زي السوشيال ميديا الآن يعني هم طريقتك لمعرفة العالم ها تأتيك تقرأ عنه أو الإنترنت لكن مع مع الرحالة كان المستشرقون أيضا الذين يكتبون يعني لما ترجمت ألف ليلة وليلة مثلا في القرن الثامن عشر خلقت صورة مختلفة سموها أريبيان نايتس رأسا ما سموها ألف ليلة وليلة فأريبيان نايتس أعطت صورة أخرى للعرب أيضا أنه عندهم حكايات وعندهم آه يعني آه أدب و... طيب آه بجي للنقطة آه يعني ذكرت قبل شوي آه سالفة آه أنه اليهود يعني ما كانوا آه يشعرون بالأمان فكان هذا هذه المشكله عندهم تجعلهم انهم يكونون افضل انهم يدخلون العلم اكثر وهكذا يعني مع نعم. التطور اللي حصل في اوروبا. أبتصور انه يعني اذكر مقاله قراتها لاحدهم كان يبرر وجود الكيان الصهيوني الصهيوني دوله اسرائيل فكان يقول انه انا مع وجود الدوله الاسرائيليه وايا يكن ما يحصل بشكل اخر، لكن يعني كانت نقطة انه انه يوما ما بتصير لنا مشكله، انه ما اشعر بالامان. مم. نعم، اسرائيل إيه؟ كلها قائمه على هذه الفكره الآن. فيجب ان يكون لا. لي مكان امنه، يعني يوم صار عندنا مكان جيد نتكلم فيه في... اي لا ما في شك يعني آه يعني نتنياهو في مره يدافع عن عن حق اسرائيل في ان تحمي نفسها وان يكون لديها سلاح قوي وان تكون اقوى يقول المسافه بين القدس وتل ابيب بالطائره او بالسياره ربع ساعه م. يعني هذا عرض البلد يعني ما يعني ما في شيء عمق استراتيجي تستطيع ان تحميه لازم تكون عندك قوه هائله عشان تردع اي واحد يفكر بتدمير اسرائيل لكن فكرة تدمير إسرائيل على هذه القوة قائمة عنده هذا الرعب قائم آه لكنه رعب آه يعني أيضا مستغل مستقل سياسيا وتجاريا واقتصاديا لاستدرار الدعم من كل مكان حيث أنه يكون في تعاطف قوي ويكون في دعم يعني مجاني ولا محدود لإسرائيل فهذا طبعا تتكى عليه إسرائيل وصحيح له أسس نفسية وتاريخية ويعرفها الآخرون يعرفونها الأوروبيون يعني يعرفون أنه إسرائيل أو اليهود بصفة عامة مجموعة ما حد أصلا هم متخلصين منهم يعني فكرة إقامة دولة إسرائيل هي الحل مشكلة اسمها المشكلة اليهودية القائمة من القرن القديم يعني حتى يطلعوا من القتوة ظلت المشكلة يعني ماذا نفعل بهم كان إدخالهم إلى الحياة أحد الحلول لكنها لكنهم ظلوا مشكله لانه فيه ليسوا متالفين تماما مع النسيج الاجتماعي والثقافي، حاولوا قدر الامكان لكن ظلوا ايضا ولاحظ هذه نقطه مهمه عند اليهود، على الرغم من على الرغم من خوفهم عندهم شعور بالتفوق، فكره الشعب المختار هذه آه. يعني صعب التوفيق بينها وبين الخوف يعني هم يرون فعلا انهم شعب يعني الشعب المختار تغيرت الان يعني ما حد يقول انا شعب مختار لكن يقول انا متفوق ذك اذكى منكم يعني فكره التميز في 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 القدرات العقليه والثقافيه فتعززت من زاويه اخرى مو تعززت استبدلت باسطوره اليهودي العبقري اللي هو ف يعني ونعتقد انها ديفنسيف ميكانيزم زي ما يقولون بعلم النفس يعني هي اليه دفاعيه بمعنى انا اقل اقلويه اقل او اقليه مضطهده مكروهه بس انا عندي الشيء اللي ما هو عندكم أوكي. يعني والذي يجعلكم بحاجه الي فاسرائيل ايضا قائمه على هذا الاساس يعني الخوف والتميز دائما تطرح اسرائيل متميزه تقنيا ومتفوقه علميا و... وهو جزء من هذا صحيح لا شك انه فيه موجود لكن هذا موجود مو لأنهم يهود موجود لانهم جاءوا كتله كذا من اوروبا و... و... يعني حضاريه آه. مزدهره ومتطوره، يعني ما عاشوا فتره تنميه مثل عاشت الشعوب الاخرى، يعني ان تعلم الناس وتزيل الاميه وتبني المؤسسات، جاؤوا مؤسساتهم جاهزه. كلهم علماء ومفكرين وباحثين ويعني و... بلغات وبثقافات و طبعا يعني حضاره م... مست م... زرع زرعا في منطقه مختلفه عن بقيه المناطق او بقيه المنطقه. أوكي. طيب آه انا لي يعني هي واحده من هذه الاشياء انه ما مدى فهمنا لهم فهمنا للاخر آه بتصور كذا وانا حتى في هذه الحلقه آه يعني جزء منها ما مدى انه احنا نتكلم عن هذا الموضوع. في انه لا يعني مفترض انك ما تتكلم عنهم هل انت تبغى يعني كذا هل هي سالفه التطبيع ما بتطبيع احس انه هذا مفترض انه دراسه كل الشعوب الاخرى وكل الاشكال الاخرى الموجوده حولنا واللي تعيش جنبنا واللي تعيش بعيده حتى عننا وتاثر علينا. يعني الغرب اليوم احنا يعني ناخذ من ثقافته كثيرا. نعم مو بكثيرا اتوقع انه معظم ما كل إيه. اللي عندنا يعني إيه. صحيح جد والله صحيح ومع ذلك نغرف غرف ولا لا. نعرف عنهم اي شيء. واي محاوله لفهمنا ابغى اعرف شلون وشلون يفكرون كيف 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 تأسسوا وكيف فهمهم يعني كذا أنا... هذا هذا هذه نقطة في غاية الأهمية <applause> نقطة في غاية الأهمية طبعاً إحنا نعرف عنهم الآن لكن معرفة متواضعة قياساً وحسن... إلى معرفتهم بنا <applause> هذه نقطة يعني أشار لها إدوارد سعيد في كتاب الاستشراق العالم الإسلامي في ذاك الوقت طبعاً تكلم عن الثمانينات وأواخر السبعينيات تغير الوضع الآن لكن إلى حد ما تغير مو تغير كبير قال أن العالم الإسلامي والعربي تحديدا ليس فيه معهد بحثي أو مركز دراسات متخصص بأمريكا أو متخصص بإسرائيل فيه مركز واحد بذاك الوقت مركز الأهرام للدراسات اللي م. هو في مصر مركز متميز فيه باحثين يعرفون العبرية ويترجمون ما ينشر في إسرائيل طبعا هذا ال... لكن تخيل العالم الإسلامي على المملكة مثل ما فيها كل الدول العربية ما في شيء مركز الدراسات الامريكية هو المشكلة اننا نعتقد اننا نعرف امريكا لان درسنا فيها أو لأنه نروح لامريكا كثير انه نعرف امريكا لا انت ما تعرف التاريخ الامريكي ما تعرف النظام القانوني الامريكي ما تعرف النظام الاجتماعي ما تعرف بنية المجتمع الامريكي ما تعرف التفكير السياسي التقسيمات السياسية يعني اشياء كثيرة قد يعرفها في افراد لكنها لم تتحول الى معرفه مؤسسيه هذا الكلام مراكز الدراسات اللي في امريكا الاف المراكز طبعا في امريكا تعرف كثير منها دراسات الشرق الاوسط يعني يترجمون كل شيء ينتج عندنا يعني انا اكتشفت ان كل كتبي بالمناسبه موجوده في جامعه هارفرد كل كتب بينما جامعه الملك سعود ما فيها كل اللي انا طبعا درست وادرس فيها فيها نسبه يعني محدوده من الكتب أكثر الجامعات العربية ما فيها، وأعتقد أن هذا ينسحب على كثير من المؤلفين العرب. كتبنا موجودة. يعني متاحة، تصور كتاب يصدر الآن بعد شهر موجود في هارفرد. وأنا أستغرب كيف أخذوه؟ لأن في كتب ما توزعت حتى بشكل جيد. كتاب أصدرته وزارة الإعلام أنا ما عندي عنده يعني نسخ محدودة و... وعنده الوزارة أكيد. هم عندهم نسخة في هارفرد. شيء عجيب. فهذا المستوى من المعرفه بالاخر عندهم لا يقابله ولا واحد بالالف من من عندنا الان ظهرت مراكز جيده يعني انا متفائل انه احنا نسير في الطريق الصحيح لكن ليس بالكثافه التي ينبغي ان تكون انا ما اعتقد انه عندنا مركز دراسات امريكيه هذا هذا مؤكد وهذا مؤسف ولا عندنا مركز دراسات اسرائيلي ولا عندنا مركز دراسات صينيه ولا, صينية. ولا يعني والصين جالسه تمشي ايه الصين يعني اشوى و... شويه يعني فيه يعني ايرانيه في عندنا مركز م. في مركز التواصل المعرفي يعني يبغى لها كذا مدرسه دراسات تركيه ويترجمون للصينيه كتب سعوديه ترجمت للصينيه في يعني نوع من شوي تحركنا تجاه الصين بس تحرك متواضع يعتبر يعني ايه يعني اتوقع إيه. كذا فهم كيف يتحرك كذا ايه اي إيه. إيه. يعني إيه. إيه. اللي الامريكي أمريكا إيه. 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 احس انها اكثر من ما نعرفه احنا عن انفسنا بالضبط بالضبط <applause> الى <حد تصفيق> بعيد نعم نعم آه يعني انا وانا طالب في امريكا في السبعينيات في نصف يعني نصف اواخر السبعينيات مكتبه الجامعه ناظر فيها كتاب الوزاره الخارجيه الامريكيه عن الملك عبد العزيز آه والمملكه آه طبعا كتاب الملك عبد العزيز ابناء وزوجاته وأين ولد تفصيل دقيق جدا بالانجليزية فيعني هذا الكلام احنا ما نعرف ما حد مثلا كتب عن جورج واشنطن أو عن الرؤساء الأمريكيين بمحاولة فهم ومعرفة دقيقة يعني لكن طبعا من ناحية أخرى صعب المقارنة لأنه الحركة الاستشراقية في الغرب م. عمرها ثلاث قرون يعني من التكدس المعرفي آه. والعلمي والنشاط البحثي آه هائل فلا هذا لا يبرر عدم شيء لكن احنا حتى لما نعمل نعمل مفردين يعني السعوديه لوحدها البحرين لوحدها الامارات المغرب تونس كلنا نشتغل وحده ما في براكز مشتركه ايضا يعني كعالم عربي نفكر مستقلين لكن لما تجي ألمانيا 80 مليون بهالتاريخ العريق من المراكز البحثية والاستشراقية تجد أنه فيه, فيه ضخ بشري حتى حنا كل واحد يحاول ينافس الآخرين يسوي مراكز أفضل من الآخر يعني بس ما في تعاون علمي كافي طيب هل هذا اصلا اذا افترضنا انا باخذ الحين هل هذا ترف ولا حاجه؟ العلم العلم وما فهم حاجة. حاجه وش الحاجه حاجة. يعني يمكن ان ناخذ انه ترى هذا لا زي لا, لا. يقول لك هذه مشاكل العالم الاول هي حاجه ان تصنع سياستك سياساتك كيف تضعها على اي اساس؟ لابد تضعها على معرفه بالاخر لما تتخذ قرار سياسي او اقتصادي او تقرر حتى علمي أه لماذا ابتعث الى هذه الدوله وليس تلك؟ لابد ان اكون عارف هذه الدوله بشكل صحيح م. أو طبعا القرارات السياسية أهم والاقتصادية لأنها تقرر مستقبل ومصير التقرب من هذه الدولة أتصل بمن؟ أؤثر في من؟ من هي ما هي الجهات المهمة؟ هذه الساسة في كل مكان يحتاجونها، وأنا أعتقد أنه يعني أنه قادتنا يعني يتكئون على شيء من هذا، لكن ما أقصد أنا أنه على المستوى العالي فقط على مستوى حتى المثقفين يعني الجامعات الطلاب ما هي معرفتهم يذهب الى امريكا ما عنده اي فكره الا مم. ان فيه نيويورك واشنطن ويعني اشياء سطحيه جدا يعني آه مفروض انه جامعاتنا فيها اقسام للدراسات الامريكا ستاديز مثلا ما يسمى الامريكا ستاديز ما في ما يا الله قسم اللغه الانجليزيه هو مهدد بعد بالإغلاق لانه يقول لك أنت تخرجون الناس ما لهم وظائف. ف يعني تخيل انك ت... يعني نحتاج الى هذه اللغات، نحتاج الى هذه المعرفه. ما ليس الطرف انا ابدا هي الحقيقه ضروره. الان لأنه ما عندنا نجيب اجانب ونجيب خبراء ونجيب بلومبرج آه. ونسالهم تعالوا علمونا وش نسوي. انت يا اخي سوي المركز الخاص بك اللي ينتج هالمعرفه. مو يخطط لك انت خطط لنفسك. طيب آه... الله يعطيك العافيه الله يعافيك آه... احس اني وانا جالس اقرا يعني اتابع بعض اللقاءات آه... هذه الايام لك آه. كان فيه مع عبد الله مديفر انا بس ودي اختم هذه النقطه الحين كم ساعتين ودقيقه أيه. ليش باخذ منك خمس دقائق اي تفضل اذا تسمح لي آه... فاتذكر ما ادري ما سجلته بس كنت تقول كنت عقب ظهر على اغلاق القناه الثقافيه مم. السعوديه ايوه ايوه اي وكان راي عبد الله واحس اني معه اي أيوة. انه ما حد يتابع القناه الثقافيه اي أيوة صح يعني احس اللي كان يتابعها المصورين والمنتج بعد ما يخلص صح والضيف هو صحيح هو صحيح <applause> فاغلاقها كان منطقي بالنسبه يعني بالنسبه لي واتفق مع عبد الله آه... وانت كنت تقول له انه مطلب وانه مهم وخلاف كنت تقول نقطه آه آه انه الانتاج الثقافي هو انتاج جاد واذا ما كان وغير يعني ما هو ممتع ما هو محبب فيجب يكون ان يكون بعيد حتى عن المال ما هو تجاري وان يكون مدعوم من الدوله وهذا هو شكل الانتاج الثقافي اللي يجب ان يكون توبع ما توبع هذه مساله ثانيه لا تزال معها لاني احس اني اختلف معها لا توبع ما توبع ما. لا انا ما يعني بيك. يمكن يتابع النخبه بس ما آه هو في في اوروبا قناه اسمها ار تي اي اي ار تي ما اعتقد انها تتابع مثل سي ان ان مستحيل يعني او تتابع مثل قنوات الشعبيه مم. يعني فكريه ثقافيه تحقيقات يعني وثائقيه مثلا فالاقبال عليها اكيد اقل لكن نتكلم عن اوروبا يعني اوروبا شيء اخر يعني فيه على الاقل نسبة كبيرة من ال... من الذين تهمهم مثل هذه الاشياء. انا اعتقد انه احنا في ان بلد نامي ويحتاج الى ان تقوم الدولة بدور اكبر في رعاية هذه التنمية وفي صناعتها حتى. ولهذا لا ينبغي ان نركن الى الجانب التجاري انه اذا اذا ما له متابعين او جمهور يغلق أنت تخلق الجمهور أنت مهمتك أنك تجعل هذه القناة متابعة ما تخليها جامدة طبعا إذا هي جامدة ما حد حتى المثقفين ما راح يتابع. من تقصد أنت؟ إذا هي مملة أنت الحكومة آه. أنت وزارة الإعلام المسؤولة فالعقلية التجارية الوحيدة اللي تقول هذا ما يتابعه أحد لذلك ما راح يجيني معلن م. لذلك خسران نعم خسران الثقافة في كل مكان الجادة خسران الكتاب الجاد على فكره ما يبيع كثير الكتاب الجاد حتى في امريكا لما تكتب فلسفه غير لما تكتب كتاب في الرحلات ولا كتاب مذكرات سياسيه ولا اي معروف لكن هذا لا يموت لا يستسمح الشعوب لهذا ان يذوي لانه هو العقل المفكر عشان يمشي التجاري العقل المفكر لا بد ان يرعاها احد في المانيا الميزانيه ميزانيه الثقافه خرافيه حتى انه كان في دعوه الى تخفيفها يعني انه في قيل انها مبالغ بها في فرنسا بوزاره في الثقافه او يعني اشهر دوله فيها وزاره الثقافه في فرنسا وتنفق على الاوبرا وعلى اللي هي المنتج الثقافي والفني اللي ماله شعبيه كبيره المسرح الموسيقى الكلاسيكيه مثلا قارن اللي يحضرون بيتهوفن حتى بيتهوفن يعني باللي يحضرون البوب ارت او البوب كلتشر بوب ميوزك الملايين اللي تحضر وهذول المليونيرات من المطربين الصغار لا يمكن انه موسيقي كلاسيكي يحصل على نفس الثروه لانه جمهوره اقل فانا اعتقد ان الجاد متابع اقل لكن هذا لا يبرر انك تجي تصنع لي قناه ثقافيه ميته اصلا وليس فيها ما يغري يعني انت وضعت قناه ثقافيه ولا تنفقت عليها بما يكفي لجعلها مغريه جاذبه للناس نعم افهم آه ان انك تغلقها آه يعني هذا التفسير مقبول لو كان الذي ينفق على القناه الثقافيه جهه ربحيه تبحث عن الربح لكنك وزاره الاعلام ليست جهه ربحيه هي المفروض تخدم حتى النخبه لا حق ان يكون لها شيء يعني انا مو معقول اني ما اسمع الا الاف ام بالراديو مثلا طقطقه اغاني من مستوى العاشر يعني موسيقى هابطه وكلام سخيف وتحليلات سطحيه واكثرها رياضه وكره قدم مو معقول انه ما يكون في بث للثقافه على الناس انك تجيب كتاب انك تجيب مفكر تجيب باحث تجيب فنان تشكيلي موسيقي بس مستوى راقي بس ما له جماهير من اللي يرعاه هذا لن ترعاه طبعا شركة اف ام تبحث عن الربح ولا هي مطالبة بهذا المطالب هو الدولة في هذه الحالة لأن الدولة مثل الأب اللي يرعى هذه الأسرة يريد أن تنمو علميا وثقافيا فما أقدر أقول إذا في فلوس تجيبه إذا ما في فلوس ما يحتاج، معناه أنت أظل يعني هابط مستواي. مو بالضرورة يعني شوف مثلا الحين أتوقع أن أخذنا ساعتين محتوى جاد إيه. ثقافي إيه. نتفق صح أه. مع إيه. مفكر وعالم أنت... إيه. وبيسمع يمكن 500 ألف فيعني في جمهور بس فيه انت كيف تقدر, تقدر تقدمه يعني؟ في جمهور واللي خلينا احنا فيه. نتحرك هو انه هل نقدر تجاريا لا بس انتم انتم يعني انتم يعني انت قطره في بحر اعتقد يعني موجودين وجميل ورائع الحقيقه م. وانا ما لم اتي الى البرنامج الا ل الله يقسم. إيه الا اعجابا به وايمانا بدوره وانه من الضروري ان ان لا يتوانى احد عن الحضور الى هذا الى المشاركه في هذا العمل لكن طبعا المقابل هائل يعني صح أه فلا لا شك انه هذا يبعث على الامل والتفاؤل انه ممكن صناعه ثقافه جاده، طيب ما الذي يمنع ان تكون قناه ثقافيه بهذا المستوى؟ مثل مثلكم يعني ما في حافز يمكن انا احس اني رأ... يعني أي. يعني بقى... حافز الراس مالي اي هذا يعني. هو انه ما في انفاق يعني يعني ال... وش يجيني اذا موظف حكومه؟ يعني ما بجلس بجي اسوي سويت نجح نجح ما نجح ما خلها بس خلها انا هذا البرنامج يجيبني أعرف أي. اي صحيح يعني اعرف أه كيف تتم بس أنت اكتشفت أن الثقافة الجادة تجيب فلوس مثلا إذا أي كانت ممتعة هي بس جاذبة للناس م. أيضا ممكن تكون جاذبة القناة الثقافية ممكن تكون جاذبة أيضا يعني إذا جابت أسماء أعمال شيء يلفت النظر ما شك أي إيه. يعني ممكن صناعة ثقافة جادة وجاذبة أيضا ليس مستحيل لكن تحدي صحيح ليس سهلا لكنه ممكن لذلك أعتقد القناة الثقافية بشكلها القديم فعلا كان مفروض أنها تنتهي لكن مو مفروض تنتهي فكرة القناة الثقافية آه. فكرة المبدأ يعني الكويت عندها قناة اسمها العربي المجلة العربي يعني مسوينها العربي أي الآن شغال أظن في بعض دول الخليج عندهم قنوات مشابهة ابو ظبي عندنا مجله القافله أرامكو. ناشنال في عندنا لا. مجلة القافلة من ارامكو مجلة لا اقصد قناة تلفزيونية، آه. قناة تلفزيونية مكلفة كثير يعني. القافلة على فكرة ما تبيع يعني توزع أيه. توزيع يمكن لو باعوها يمكن ما تشترى. لكن ارامكو طاز. تقدر تمولها <applause> وهي تقوم بدور هائل على فكرة، القافلة لعبت دور مهم في, في تطور الثقافة في السعودية. يعني انا من الناس اللي لما كنا طلاب كنا نقرأ القافلة اسمها م. قافلة الزيت ذيك الايام فقافلة الزيت كانت تقدم ماده ما كانت متاحه في الصحافه السعوديه. يعني هذا الزمن ولا مم. وانا ايش مشكلتي ايه؟ عن النقطه هذه؟ مم. يعني شوف اليوم هي مجانا ما تع... متى اخر مره قرات القافله؟ وهي مجانا إيه لا بس الناس شاهد التلفزيون، التلفزيون مشاهد بقوه يعني، في جمهور يشاهد التلفزيون، يشاهدون آه هذا برنامج فاميلي آه فيود اللي مثل فاميلي فيود الامريكي مم. اللي هو العائل تحدي العائلات يسمونه. يقدموا داود الشريان يعني إيه. جمهور في إيه. ناس جهاله بس احس حتى برضو مو الناس تتابع التلفزيون <applause> مره يعني إيه. بس مثلا شوف مجله القافله إيه؟ وهي مجانا يعني ان شاء الله ما حد يزعل يعني ما إيه. بس يعني ما حد ياخذها اوكي يعني وهي توزع رامكو وتصرف عليها وجوده إيه. جوده المنتج نعم نعم اوكي قد نختلف في طريقه اخراجه وطريقه م. اختيار المحتوى والنخبويه م. اللي فيه وما مدى مناسبته وفهمه للشباب اليوم يشكل السعوديه والعالم العربي كله نسبه شباب ضخمه جدا. صح. مجانا و... يعني انا ما عندي ارقام بس اني اكاد اجزم ان مستفيدين من مجله معنى يعني ومعنى في الفلسفه وشباب أي. يعني شغالين على الانترنت قصدك يعني. اي بس انهم سووا مطبوعه وتباع مم. ما اعرف كم الاعداد اللي بيعت من مع... ما ادري ما قد شفتها اي إيه آه هم عندهم موقع يعني آه على الانترنت مم. والمجله بس إن هذه تجربتهم في الطباعه آه لهم ظهر ثلاثة اعداد انه وهي مباعة اكثر من القافله ليه؟ في فهم في اول شيء دافع اني ابغى أيوة ابيع أيوة أيوة. فاني انا لازم اني افهم كيف الناس تحتاج بس لما انه انا بنشر بنشر باخذ راتبي باخذ راتبي من مفصول ماني مفصول قد يكون يعني, يعني هذه نقطة ده 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 انه نعم. انت تقول انه مفترض ان المال ما يدخل في الثقافه واحس ان هذه نقطه اختلاف اي أيوة. لا المال ما يكون هو المتحكم قصدي يعني مو هو يعني الحاكم يعني قصدي لا لما يكون حاكم معناه ببحث عن التجاري عن اللي يعني المال لازم يكون في ضابط وراه لانه لما افرض انه مثلا انت الحين الجامعات تسير الى هذا في هذا الاتجاه جامعات آه الشيء اللي فيه وظائف افتحوه آه. اللي ما فيه وظائف سكروه معناه الفلسفه انتهى ادب ما ادري ايش انتهى اللغه العربيه سكر تاريخ سكر معناه في نهايه الامر تطلع مجموعه موظفين اعمال وبزنس اورينتد يعني مجتمع مجتمع لا يفكر معناه معنا مجتمع يبحث عن الثروة والترفيه. فهذا هذا كارثة ستكون، ولن نبني حضارة الطريقة. فلابد هذه. فلا بد أن توجه المال لكن بذكاء. يعني ما تخليه يحكمك ولا تهمله أيضا. لكن استفد منه بطريقة تنافس أيضا. يعني استفد بطريقة جاذبة للشباب. آه وفي نفس الوقت جادة وقيمة وعميقة م. ومهمة يعني أنا أعتقد أنه موقع حكمة مثلا من المواقع الممتازة ممتاز. إيه يبدو لي أن القضية هي قضية كيف تصل إلى الآخرين أي فالقناة الثقافية إذا فشلت فشلت في كيف تصل الآخرين يمكن تسميتها قناة ثقافية يمكن يمكن هذا خطأ يمكن يمكن إيه؟ م. يمكن لو الاسم الطف يعني او خفيف والمادة جيدة بعدين ايضا انا يمكن في ناس يقول لك ليش قناه ثقافيه؟ أخذ اخي التلفزيون نفسه المفروض يقدم ماده ثقافيه. ليش ما في مادة حوار؟ يعني يعني حوار حول شيء كويس ومثري وجميل لكن الغرق في كل شيء فيه غناء ومسابقات كله عشان المعلن ترى لانه الهدف المعلن ياتي والمعلن يريد الجمهور. فاذا انت بتمشي معها بهذه الطريقه خلاص. فالجماهير هي اللي تقودك. إيه مشكله اذا صار الجمهور عاوز كده يعني. اي آه. اي وانت تنساق وراء الجمهور يعني الدول المتحضره في العالم لا تفعل هذا. تعرف انه فيه نوع انواع من الثقافه والادب والفنون ليست جماهيريه لكن ينبغي ان ترعى لا تموت. في دراسات وعلوم ليست جماهيريه لكن ينبغي ان تبقى. لانها تغذي العمق فينا تحتفظ لنا بشيء نحترمه ونقدسه ونقدره آه، لابد أن،, ان نحتفظ بشيء مميز يعني ما معقول إن شاء. في التراث في يعني التراث والحاضر م. يعني م. الادب السعودي لا ت... مثلا الادب السعودي فيه اعمال رائعه في الروايه وفي الشعر وفي في المسرح حتى يعني لا ت... تراها في الاعلام الاعلام المرئي قصده يعني م. بالذات المرئي يعني والمسموع يعني في الاذاعات وفي التلفزيون بالذات الاف ام لانها هي اللي مهيمنه الان حتى الاذاعه السعوديه سوت اف ام وصارت مثلهم اوكي يعني <applause> يلا أنا يلا الله أورونا. كريم انا اعتقد انكم تعملون في هذه على يعني يكون فيها تحرير وكذا اي لا لا الله يعطيك العافيه الله يعافيك وان شاء الله انه متفائلين بمشهد ثقافي افضل إن انت كذا وانت تتكلم عن وزاره يعني الثقافه بس وانا جاي بقول إيه. الحين انه وزاره الثقافه لانه انا عضو في مجلس اداره هيئه الادب الترجمه آه والنشر ما شاء الله فيعني عندنا طبعا جاي ان شاء الله مشاريع الان مع الميزانيه وانت تتكلم انه إيه. إيه. عن وزاره إيه. الثقافه الالمانيه ولا الفرنسيه إيه. عندهم فلوس كثير إيه ابي تصور اليوم انه وزاره الثقافه من الوزارات اللي تحظى ب ستقدم ضخ مالي و... هائل لا وبعقليه مختلفه لانه معظم اللي فيها الان من الشباب كلهم شباب من سنك وحولك يعني تقريبا واعتقد ان تفكيرهم يعني يسير في هذا الاتجاه لكن ايضا بعمل جاد يعني وليس تجاري يعني ما في شك م. يعني كل الامل معقوده إن شاء الله. على ان شاء الله, جهودكم إن الله. جهودكم واي احد يعمل في المشهد الثقافي ووزاره الثقافه ونقول يا رب امين امين يعطيك العافيه لكم أبد. آه. الله يعطيك شكرا لعافية. جزيلا عاد عاد يحفظوها يعني على الاقل يعني. ابشر أنا الله. أشكركم. <applause> الله يسعد قلبك <applause> والله شكرا ابو مشعل شكرا لكم شكرا لصالح باسلامة خلف الكاميرات وسحر سليمان في الاعداد والتنسيق ومحمد الحسن في الهندسه الصوتيه هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع انشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض الاسبوع المقبل القاكم